مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية اليومية في جمال الحوار. سنتكلم اليوم زي ما تشايفين الإعلام ورانا عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. سنتكلم عن مستقبل هذه العلاقة وألا أين تسير الأمور. طبعا إحنا عارفين أنه حديثا صار في كتير شغلات خاصة مع موضوع الكورونا، وبالتالي احنا في تحديثات وتغييرات. عشان هيك اليوم استضفنا زميل وصديق الدكتور أسامة أبو رشيد من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك دكتور أسامة. سامعني أهلا دكتور بك. أسامة؟ أوكي. طبعا إلي الشرف إني أعرف بالدكتور أسامة، هو باحث غير مقيم نعم بالمركز. سامعيني. نعم أهلا بك. يا سامعينك. الدكتور أسامة هو باحث غير مقيم بالمركز العربي للأبحاث ودراسات ودراسة السياسات، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ليفبرا في بريطانيا، والماجستير من العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة نورث إيسترن إلينوي لفظة نعم لافبرا، اوكي، في شيكاغو، والبكالوريوس في القانون والعلاقات الدوليه من جامعه محمد الاول من المغرب. هو ناشط سياسي في الولايات المتحده والمدير التنفيذي لمؤسسه امريكان مسلم فور بالستاين، وعضو اداره ذا يونايتد ستيتس كونسل اوف مسلم اورجانيزيشن. له مساهمات عديده في الكتب الاكاديميه حول السياسه الامريكيه والاوضاع في الشرق الاوسط. نشر عديد من المقالات في عدد ودراسات باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك في العديد من المؤتمرات الأكاديمية في الولايات المتحدة والدول العربية. أيضا له إطلالات كثيرة عبر الفضائيات العربية كمحلل سياسي من واشنطن. أيضا له مقال أسبوعي في صحيفة العربي الجديد أو العربي الجديد التي تصدر في لندن. معظم أبحاثه تتركز عن السياسة الأمريكية داخليا وخارجيا، وهو مختص أيضا في شؤون الشرق الأوسط والإسلام السياسي في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا دكتور أسامة. طبعا أنا أهلا أكرر وسهلا دكتور جمال، أهلا بك. أكرر طبعا الترحيب أخي وصديق الأستاذ محمد. أكرر الترحيب بصديقي وحبيبي وأخي الدكتور أسامة. والحقيقة كلامي عن الدكتور أسامة يعني كلام يعني مجروح، لأنه صعب إني أتكلم عن الدكتور أسامة وإنجازاته وإبداعاته وجهده الكبير اللي الواضح في الولايات المتحدة وفي غير الولايات المتحدة عبر الفضائيات وغير الفضائيات منذ زمن يعني قديم جدا. فزي ما بيحكوا نال المجد بذراعه، مش بال ما أخذهوش بملعقة من ذهب، وإنما تعب من أجل تحصيله حتى استطاع أن يقوده ويسيطر عليه. الحقيقة كلامنا عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ليس مسألة ترفية، وإنما مسألة مهمة جدا تخص كل واحد في هذا الكوكب وعلى أرض على هذه الأرض. العلاقة التي تخص الولايات المتحدة معنى ذلك أنها تخص السياسة العالمية، والعلاقة التي تخص الصين معنى ذلك أنها تخص الاقتصاد العالمي. فإذا جمعنا بين العلاقة ما بين الولايات المتحدة والصين فكأننا نتحدث عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد. إلى أين تسير ولا أين تتجه؟ كل الكوكب سيتأثر بهذه العلاقة. سمعنا في الآونة الأخيرة الكثير من التحليلات المستقبلية، كثير من الإرهاصات القادمة، كثير من التكهنات. أحيانا نتوه وأحيانا نعتقد أننا وجدنا ضالتنا، ولكن في الحقيقة لا بد أن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر في هذا المجال هم أهل السياسة والتحليل العلمي المنطقي القائم على أسس وعلى قواعد صحيحة متينة رصينة، هم الذين يجب أن نسألهم. اليوم بدنا نقول دكتور أسامة، هذه العلاقة أكيد كان لها تاريخ، فلو
رجعنا خطوات إلى الوراء، ما قبل الكورونا وما قبل الكورونا، كيف كانت هذه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد ذلك ننظر هل هي أمر تدرج حتى وصل إلى ما نحن عليه أو ما نتوقعه، أم أنه مفاجئ طرأ بعد جائحة الكورونا، وكانت الكورونا هي من أسبابها الأساسية. فماذا كانت العلاقة، كيف ممكن أن نصفها ما بين أمريكا والصين؟ بداية أخي محمد، شكرا على هذه الاستضافة. دكتور جمال، شكرا على هذه الاستضافة. أخي وحبيبي الأستاذ محمد الهامي هو أحد أساتذتي فعلا، يعني ليس مجاملة، وله فضل علي كبير. العلاقة الأمريكية الصينية مثل ما تفضلت علاقة قديمة، علاقة طبعها التنافس، وفي أحيان طبعها الصين، لكن لم يكن صداما عسكريا مباشرا. في الخمسينيات كانت هناك حرب شبه الجزيرة الكورية، كانت الولايات المتحدة دعمت الجنوب، الصين دعمت الشمال، سقط الآلاف والآلاف من القتلى الأمريكيين وعشرات الآلاف من القتلى الصينيين في ذلك الوقت. وتطورت العلاقة من أكثر، لأن الصين اختارت طريقا شيوعيا أو اختلف عن الماركسية اللينينية الستالينية فيما بعد، وأصبحت أيضا خصما منافسا للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، خصوصا في فترة تحولت إلى نسق آخر، نسق ما يسمى سياسة مثلث الأضلاع أو Triangular Diplomacy. كانت الولايات المتحدة في حرب باردة مع الاتحاد السوفيتي، الصين في ذلك الوقت كانت دولة فقيرة، دولة لا تملك الإمكانيات، دولة لا تملك التكنولوجيا. الثورة التي حصلت فيها كانت ثورة دولة صناعية، ولكنها دولة ضخمة، دولة كبيرة جدا، الصين دولة كبيرة جدا. فالولايات المتحدة لعبت لعبة تسمى Triangular Diplomacy، وهي عملية كبح نفوذ الاتحاد السوفيتي بالصين وكبح نفوذ الصين بالاتحاد السوفيتي، وهي كانت لعبة ثلاث أطراف يلعبونها. لكن الحساسيات، يعني المفارقة، أن الحساسيات السوفيتية الصينية كانت أعلى من حساسياتهما مع الولايات المتحدة، لأن هناك تنافس إيديولوجي من يمثل الخط الماركسي الصافي، فضلا عن أن هناك حدود جغرافية مشتركة وهناك فضاء جيوستراتيجي يتصارعان عليه في ذات المنطقة، على عكس مثلا الصراع مع الولايات المتحدة. واستمر هذا التنافس إلى أن سقط الاتحاد السوفيتي. لكن المحطة الفارقة التالية، الاتحاد السوفيتي سقط في 91، بداية 92، المحطة التالية كانت هي محطة عام 2001. في 2001 قامت إدارة جورج بوش الابن بالسماح للصين بدخول منظمة التجارة العالمية، والسماح للصين بدخول منظمة التجارة العالمية، فإذا دخلت في مجال ما يسمى الجلوبلايزيشن، عملية العولمة، وهذا يعني أزالت الكثير من العقبات الإجرائية والإدارية من طريقها للاندماج في الاقتصاد العالمي. المفارقة الثانية كانت أنه بسبب دخولها إلى منظمة التجارة العالمية نقلت مصانعها، وبسبب نقلها لهذه المصانع الصين اشترطت في ذلك الوقت أنه لا تنتقل شركة أمريكية دون نقل التكنولوجيا معها. فالصين أصبح لديها مدخلا إلى التكنولوجيا الأمريكية عن هذا الطريق، وأيضا عن طريق التجسس على الولايات المتحدة. ثم كان لديها أنها أخذت المصانع الأمريكية التي يعني بدأت تصنع في داخل الصين، وأصبحت القوة الصناعية في الأمريكية جزء كبير منها في الصين، طبعا في منها في المكسيك، في الفلبين، في بنغلاديش، في أماكن كثيرة، بسبب الجشع الرأسمالي ورخص العمالة. ترتب على ذلك ضعضعت البنية الطبقة الوسطى في أمريكا، خسرت أمريكا في ذلك الوقت أكثر من 15 مليون وظيفة. بدل ما أدفع للأمريكي $100 أدفع للصيني $3 على سبيل المثال. فتحول الثقل الاقتصادي
من أمريكا إلى الصين، وأصبحت الصين ما يعرف اليوم بالمصنع العالمي. طبعا ممكن أن نعمق الكلام في واحدة. أوكي، طب أنا بس بدي أسألك عن بعض العوامل أو الركائز اللي كانت اللي تحدد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إيش هي هذه العوامل؟ يعني في أي فترة نتكلم؟ نتكلم في ما بعد عام 2001، نتكلم بعد في ما بعد 2001. نعم، لأنه يعني أنا أعطيت جرد سريع بعد 2001. بعد 2001 بدأ الميزان التجاري يختل بين بعد 2001 بدأ الميزان التجاري يختل بين الطرفين. عندما انتقلت المصانع الأمريكية إلى هناك، انتقلت التكنولوجيا، زاد التجسس أو عملية القرصنة الصينية للتكنولوجيا الأمريكية بما فيها العسكرية، بدأ الميزان التجاري يختل، بحيث أننا وصلنا إلى عام 2007 وكان هذا الميزان التجاري قد اختل بشكل رهيب لصالح الصين على حساب الولايات المتحدة، لأن الشركات الأمريكية مرة أخرى انتقلت إلى هناك، وما يسمى الأوتسورسينج. هذا الأوتسورسينج استفادت الشركات الأمريكية كشركات، كرؤوس أموال، كأصحاب شركات، بأنه كان يصنع في الصين مثلا تكلفة، خلينا نتكلم عن الأبل مثلا برودكتس مثلا اللي هو تليفون الأبل مثلا، يصنع في الصين القطع قد لا يكلف $100، يبيعه في أمريكا، في كندا في 1500 أو 1300 أو 1400 دولار. لو صنعوا في أمريكا مثلا أو كندا لكان اختلف السعر، لو تضاعف أو 4-6 مرات. فهذا بسبب انتقال البنية الصناعية الأمريكية إلى هناك، بدأ عندنا خلل في الميزان التجاري بين الطرفين، إلى درجة وصلنا في 2019. طبعا هذه الشركات تصدر لأمريكا وكأنها تصنع في أمريكا، يعني ما في عليها كان جمارك، فأمريكا خسرت من الطرفين، خسرت عمالة هنا وخسرت الميزان التجاري وخسرت الجمارك. ففي 2019 ترامب قرر، أو الرئيس ترامب قرر أن هذا الميزان التجاري المختل لا يمكن له أن يستمر، وهذا الميزان التجاري في 2019 تقريبا كان بحدود $350 مليار اختلال لصالح الصين. فبدأ بفرض التعريفات الجمركية، وبدأ يطالب الصين بشراء مثلا المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، ووصلوا لاتفاق الآن خلال الشهر هذا ينبغي أن يرتفع الميزان إلى حوالي $270 مليار، ثم يصل العام القادم إلى $320 مليار شراء من البضائع التي تشتريها الصين من أمريكا في محاولة لمعادلة الميزان. الذي حصل في الاختلال هنا أن أغلب الصناعات البسيطة التي كانت تصنعها الولايات المتحدة انتقلت إلى الصين. نعم، هذا اللي تتكلم عليه، اللي هي اتفاقية اللي صارت قبل الكورونا، اللي قبل الكورونا بأيام، صحيح؟ نعم. هذه حصلت في ديسمبر 2019، في كانون الأول 2019. نعم. ثم جاءت كورونا. طبعا الآن ترامب يعني كان له تصريح اليوم بأننا سنراقب التزام الصين بالتزامها بشروط الاتفاقية الجديدة. بمعنى أن الصين اليوم هي مستفيدة من بقاء قوة الاقتصاد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخلى عن الصين، وهذه ممكن أن نشرحها في المحاور التالية بحيث لا أستبق الكلام، لكن أصبح عندنا حالة من الترابط العضوي بين الاقتصادين لصالح اختلال، طبعا لصالح الصين، بمعنى أن الصين أكبر مصدر لأمريكا، أغلب الصناعة. طبعا أنا متأكد أنه في كندا إذا أنت بتروح على الدولار ستورز ولا الأماكن تشتري القضية مثلا السلعة معينة بدولار، هذه السلعة لأنها مصنوعة بالصين، لو أنها صنعت في كندا بتكون $10 يمكن. فهنا الفرق هذا. فالولايات المتحدة بدأت تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصينية التي كانت في الأصل إما صناعات أمريكية أو صناعات تكميلية للدول أخرى، لكن هذه الدول اتجهت إلى الجشع الرأسمالي، وهم ربما هذا أحد مقاتل النظام الغربي، أنه بدأ يبحث عن الربح بشكل كبير ونسي التوازنات الاستراتيجية. فاليوم مثلا أعطيك مثال، الولايات المتحدة التي تهدد الصين بعقوبات ونزع السيادة الحصانة السيادية عنها
لرفع دعاوى من قبل مواطنين أمريكيين عليها بسبب فيروس كورونا. اليوم الولايات المتحدة تستورد 97% من المعقمات تأتي من الصين، 70% من الكمامات تأتي من الصين، الكمامات الطبية، 48% من أجهزة الحماية أو الوقاية البروتكتيف جير هذه تأتي من الصين. بمعنى آخر أن هناك حتى تخوف في أمريكا اليوم أن الصين قد ما يسموها weaponize، تسلح، تجعل من هذه السلع الضرورية اليوم في مواجهة كورونا، تجعلها أسلحة توظفها ضد الصين، الولايات المتحدة لو أرادت أن تمضي بتطبيق عقوبات عليها. لكن أيضا لو أرادت الصين مثلا على سبيل المثال أن تصعد الحرب مع أمريكا، فإن يعني خلينا نقول الصين هي ثاني أكبر مالك للديون الخارجية الأمريكية بعد خطة التحفيز الشهر الماضي، خطة الإنقاذ اللي هي 2 تريليون شيء، 2000 مليار شيء. اليوم الصين تملك 1.7 تريليون من الديون الأمريكية الخارجية التي تبلغ 6.7 تريليون. اليابان أصبحت الدولة الأولى العام الماضي في امتلاك الديون الخارجية، كانت الصين. الآن 16% من الدين الأمريكي هو خارجي، عفوا 6.7 من 25، يعني حوالي كم 10% أو أقل من الديون الأمريكية خارجية، الباقي هي ديون للمواطنين الأمريكيين والحكومة، سندات وغيره. الآن نفترض أن الصين لو أرادت أن تأتي وتنتقل من أمريكا بأن تبيع هذه السندات أو أنها تدخلها في حالة سيولة، بحيث أنها تضرب الدولار وتضرب قيمة الدولار الأمريكي، ما الذي سيجري؟ سيجري عندنا انهيار اقتصادي دولي مباشرة، ستنهار حتى فيه الاقتصاد الصيني، لأنه الاقتصاد الصيني أيضا هو قائم على وجود أسواق قوية، وهذه الأسواق بالدرجة الأولى غربية. فإذا انهارت مثلا قيمة الدولار الأمريكي، ستنهار حتى قيمة العملة الأجنبية أو اللي بسمى، بحاول أتذكر المصطلح، اللي هو المخزون الاحتياطي أو الاستراتيجي من العملات الأجنبية، وهي عند الصين حوالي 3.7 تريليون دولار. فهذه أيضا ستنهار قيمتها، وسترتفع قيمة اليوان مقابل الدولار، بمعنى أن الصين لن تعود قادرة على التصدير، لأنه سيحدث عندنا انهيار في المعادلة الدولية للنظام الصرف القائم على بريتن وودز، الاتفاقية في الأربعينيات التي أسست للنظام المالي المصرفي الحالي الذي نعيشه اليوم. فإذا هذه التشابكات والتعقيدات، هذه كلها تضع كوابح على الولايات المتحدة وتضع كوابح على الصين في مسألة التصعيد. ولذلك الصين على سبيل المثال مع تصعيد ترامب رجل مغامر وهاوي، بمعنى أنه يعني المجنون من يتحدى مجنونا. فالرجل كان يتحدث بلغة المجنون، أنه مستعد أن يصل بأمريكا إلى مرحلة أنه الاقتصاد الأمريكي يتضعضع مقابل أن يضع الصين على ركبتيها. وفعلا الصين اضطرت في المحصلة أن تقوم باتفاق معه وأن تعدل ميزان العجز التجاري بين الطرفين عبر موافقتها على أنها ستشتري طبعا جزء من المزيد من المنتجات الخام والمنتجات الزراعية الأمريكية. فإذا هي عملية توازن بالردع بين الطرفين. يعني اللي بدي أسأل أسامة، الآن إحنا بنتكلم عن وضع كان قائم متشابك زي ما أنت قلت، طيب هل فينا ان نوصف لمن كانت الكفة راجحة، من كان يستخدم من؟ يعني احنا شفنا انه الولايات المتحدة الامريكية في لحظة من اللحظات كأنها لوت ذراع الصين، وشفنا شاهد في موضوع شركة هواوي حتى انها اثرت على دول زي كندا في اتخاذها لقرارات معينة في التعامل مع المدير التنفيذي للشركة او بنته. يعني صحيح بنتكلم عن رئيس الولايات المتحدة مغامر أو مجنون كما يصف البعض، لكن في الأخير إحنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، مش بنتكلم عن دولة عادية. وحقيقة الصين زي ما أنت تفضلت رضخت لهذا الأمر، فما الذي اختلف؟ يعني ما الذي اختلف عن خلال الفترة هذه في لوي ذراع الصين في لحظة من اللحظات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين الوضع الحالي القائم حاليا؟ هل الكورونا يعني هي تلويح فزاعة أرادت الصين أن تخوف فيها أمريكا أنه نحن هنا، انتبهوا إحنا ممكن نأثر كمان ولنا تأثير حقيقي، أم ماذا؟
هي الصين لا شك أنها هي القوة الاقتصادية العالمية ثانيا، يعني الثانية، هذا لا شك فيه. فنحن نتحدث عن أكبر اقتصادين عالميين، الصين هي القوة العالمية الصاعدة حتى عسكريا بعد الولايات المتحدة، روسيا هي القوة العسكرية الثانية العسكرية، القوة الاقتصادية الثانية. فعندنا الآن خلل في الموازين هنا، الصين بحاجة إلى السوق الأمريكية، أمريكا بحاجة إلى الدولار، إلى المعاملات التجارية الصينية لتحريك الاقتصاد التجاري الاقتصاد الأمريكي. اليوم الذي يعني الذي لا يفهمه كثير من الناس، كثير بيتكلم عن إنه الصين صاعد وستستبدل أمريكا. حتى لو افترضنا الدراسات القراءات الاستشرافية كانت تقول أن الصين ستتجاوز اقتصاد أمريكي في 2020، كانت هذه هي الدراسات بناء على معطيات، طبعا ليست تنجيما وليست ضربا بالودع ولا 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 يعني قراءة في الكف، كانت عمليا بناء على دراسات علمية، لكن حدثت تطورات غيرت من المعطيات. اليوم نحن نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي بمعدل حجمه ب 22 تريليون تريليون في السنة، يعني 22 ألف مليار. الصين حجم اقتصادها 14 وشيء تريليون في السنة. من ناحية الناتج القومي الإجمالي، الولايات المتحدة أكبر اقتصاد. من ناحية ما يسمى القوة الشرائية، اللي هي لها اسم معادلة القوة الشرائية أو معدل القوة الشرائية، بحاول أتذكر المصطلح، الصين أكبر، معدل قوة الصرف الشرائي، الصين أكبر من الولايات المتحدة تجاريا، بمعنى أنه اقتصادها يصل إلى حوالي 27 تريليون. لكن هذا ليست، هذه ليست أداة قياس، هذه تقيس نسبة الأسعار في كل بلد إلى قيمة العملة. فأنا إذا بدي أشتري مثلا ستاربكس كافي الآن فنجان في أمريكا ثمنه 5 دولارات، في الصين ممكن يكون ثمنه دولار. فالقوة، معدل القوة الشرائية الصينية أكبر من القوة الشرائية الأمريكية، لكن لا يعني أن الناتج القومي الإجمالي الصيني أكبر من الناتج القومي الأمريكي، ولا يعني أن الاقتصاد الصيني أكبر من الاقتصاد الأمريكي، ولا يعني حتى لو تجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي أن الصين ستكون دولة رفاهية أكثر من أمريكا. لأنه متوسط الدخل الفردي في أمريكا 53 ألف دولار وشيء في السنة، متوسط الدخل الفردي في الصين بمعدل 9800 دولار، أقل من معدل الدول النامية اللي هو 10000 دولار سنويا. فنحن نتحدث طبعا عن دولة 300 وحوالي 40 ألف مليون، 40 مليون مقابل دولة مليون، مليار ونصف تقريبا. يعني فقضية الاقتصاد ليست هي المحدد الأساسي حتى لو تجاوزت الصين، والدراسات الآن تقول أنها لن تصل إلى قبل 2030، ليس فقط بسبب كورونا، بسبب تراجع نسبة التصدير الصيني، بسبب تراجع النمو الاقتصاد الصيني. مثلا الاقتصاد الصيني في 2007 عندما كانت أمريكا تعيش الركود الاقتصادي الذي حصل في 2007-2008، كان الاقتصاد الصيني حجم نموه 14.7% سنويا. اليوم حجم الاقتصاد النمو الصيني حتى قبل الجائحة هذه كان بمعدل 6%، ثم نزل إلى 5 بعد الجائحة، وهناك من يتوقع أنه 4، في حين حجم النمو الاقتصادي الأمريكي 4-3%. فإذا اليوم اقترب هذا سيطيل من مسافة الصين للوصول إلى الاقتصاد الأمريكي، وهي بحاجة إلى سعر صرف 6 يوان إذا بلفظها صح العملة الصينية مقابل دولار الأمريكي الواحد. اليوم المعدل الصيني حوالي 7.4 مقابل الدولار الواحد. فهذا الآن قد يدفع بالاقتصاد الصيني إلى 2030-2031، بعض الدراسات تقول قد يذهب إلى 2050. لكن حتى لو وصلنا قبل ذلك، لا يعني أن الصين ستتجاوز أمريكا من نواحي كثيرة، من ناحية الرفاهية، ومن ناحية الرفاهية لأن عدد السكان مختلف وحجم التداول الاقتصادي الأمريكي. مثلا خذ نموذج، أمريكا يقوم ثلثي اقتصادها على التداول الداخلي، الصين أغلب اقتصادها على التصدير الخارجي. فإذا تراجعت القوة الشرائية دوليا خصوصا في الغرب، فإن الصين لن تستطيع أن تستورد. ولذلك اليوم الحديث عن أن الصين تتعرض لحصار، تهديد أستراليا ودعوة لتحقيق، بريطانيا فرنسا يهدد، وألمانيا بأنه سيكون هناك رد فعل على الصين، وأمريكا كذلك، هذه أحد نقاط ضعف الصين. الصين لا تملك حلفاء عكس الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها دول تابعة لها، أو لديها فلك من الدول
مرتبط بها مبنيا، مرتبط بها استراتيجيا، مرتبط بها اقتصاديا. أوروبا لا تستطيع أن تحمي نفسها مثلا مقابل روسيا دون أمريكا. أنا ما أدري. أستراليا لا تستطيع أن تحمي نفسها مقابل الصين دون أمريكا. دكتور أسامة أنا معك في هاي النقطة. زي ما أنت بتحكي إنه أمريكا إلها تدخل كالأخطبوط في كثير من الدول سياسيا معظمه. الصين بنفس الوتيرة إلها تدخل اقتصادي في كثير من الدول. من هذه الدول سمعنا عنها اللي هو الفخ المالي اللي سوته الصين في سريلانكا وكينيا وعدد من دول أفريقيا. فيعني أعتقد أنه مشكلة إذا سقوط أحد هذول الدولتين سيؤدي إلى انهيار عالمي سواء اقتصادي أو سياسي. هو هذا نعم، لأنه الاقتصاد اليوم قائم على قطبين، قائم على قطبين حقيقيين هو أمريكا والصين. هذا لا يعني بالمناسبة أن الصين لن تتجاوز أمريكا حتى قبل، لأنه المعطيات تتغير بناء على تغير أو النتائج تتغير بناء على تغير المعطيات. ممكن يصير في تحسن في الاقتصاد الصيني فيتجاوز أمريكا خلال سنتين مثلا، ممكن الصين تتجاوز أمريكا عسكريا مثلا خلال 10 سنوات 20 سنة. لا يوجد معطيات اليوم تؤشر إلى هذا الاتجاه، لكن كله قائم. أنا أتكلم ضمن المعطيات اليوم، لكن في عملية التحليل والاستشراف المعطيات تتغير بيوميا شهريا سنويا حسب كل حال نناقشها في قضية. هذه قد تكون سنويا على سبيل المثال. نعم الاقتصادين الآن كلاهما مرتبط ببعضهما البعض، وكلاهما أيضا مرتبط بالتوازنات الدولية. وأنا يمكن أشرت لها الآن، لنفرض أن الصين وبعض الدول المشترية للديون الأمريكية قررت أن لا تساهم في شراء الديون الأمريكية، غير آمنة بعد اليوم. بنهاية هذا العام يتوقع أن الولايات المتحدة ستقوم بخطوة بعمليتين جديدتين للإنقاذ الاقتصادي حتى نهاية العام، سنصل إلى حوالي 30 تريليون. نحن الآن مبدئيا في شهر أبريل الماضي تجاوز حجم الدين الأمريكي حجم الناتج القومي الإجمالي، بمعنى اليوم 22 تريليون حجم الناتج القومي الإجمالي، اليوم الديون 25 تريليون، ماشية باتجاه 30 تريليون. لنفرض أن الصين، ألمانيا، اليابان أكبر مشتري للسندات الآن أجنبي، بريطانيا غيرها قرروا أنه نحن لن نشتري سندات أمريكية مرة أخرى. نعم. العالم عدلة الدولار حتى تعيد أنت نظام جديد، لابد من إعادة تأسيس نظام دولي جديد زي بريتن وودز الذي جرى في الأربعينيات. هل نحن قادرون في ظل الانقسام الدولي على تأسيس نظام دولي جديد؟ طيب هل ستقبل أوروبا بأن ينتقل الثقل اليوم إلى 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 الصين؟ بعد أن كان مثلا يوم الأيام الاتحاد السوفيتي منافس، هل ستقبل أمريكا بذلك بدون حرب على سبيل المثال؟ فنحن اليوم نتحدث، طيب الصين معزولة حتى داخل فضائها الجغرافي وفضائها الجيوسياسي، هي على علاقات سيئة مع تايلاند، على مع تايوان، علاقة سيئة مع الفلبين، علاقة سيئة مع ماليزيا، علاقة سيئة مع إندونيسيا، علاقة سيئة مع أستراليا، وتعدي على مياههم الإقليمية. فاليوم إذا أنت نظرت في مقابل الولايات المتحدة التي تملك دول مرتبط مصيرها بها حتى أمنيا واستراتيجيا، بغض النظر عن في جائحة اسمها كورونا وفي جائحة اسمها ترامب جاءت على أمريكا والعالم. فنحن اليوم إذا نظرت أنت في كل المعطيات، لا يمكن أنه إحنا نحلل في نسق واحد وسياق واحد. طيب الصين لو الآن فضائها الجيوستراتيجي هو الفضاء الشرق آسيا وجنوب بحر الصين وشرق جنوب وشرق بحر الصين. القوة العسكرية الأولى هناك هي أمريكا وليست الصين اليوم. صحيح. والسبب أنه أمريكا تعتبر أنه هذا هو التهديد الاستراتيجي لها، يأتي من هناك ثلثي التجارة العالمية من هناك. والأيام جاءت هيلاري كلينتون لما جاءت بعبارة قالت أمريكا is a Pacific country، أمريكا is دولة من دول المحيط الهادئ. وأيضا نتذكر إحنا اللي هو السياسة الدفاعية استراتيجية الدفاعية الأمريكية تحت إدارة باراك أوباما التي هي أصبحت عقيدة استراتيجية أمريكية وليست عقيدة إدارة، والتي اللي سموها البيفت تو إيجيا، إنه أمريكا ستعيد التمركز والانطلاق نحو آسيا للاحتواء النفوذ الصيني. روسيا لا تشكل تهديدا حقيقيا على أمريكا، لأن روسيا سماها أيامها باراك أوباما قوة إقليمية وردت عليه بسوريا. روسيا ليست دول قوة إقليمية، مش صحيح، روسيا أكبر من قوة إقليمية.
أهمية. هو حجم اقتصادية أمريكية واحدة اسمها ولاية تكساس على سبيل المثال، وهي ليست من أكبر الولايات اقتصادا في أمريكا زي كاليفورنيا. طيب أكبر اقتصاد أمريكي في أمريكا. فأنت إذا قارنت هذا بالصين، التهديد الاستراتيجي هو الصين. ولذلك نعم، هذا ما يسمى في شيء في العلوم العسكرية يسمى توازن الرعب وتوازن الردع أو الردع المتبادل. وهنا في الحالة الاقتصادية والتنافس الجيوستراتيجي والتنافس الاقتصادي الأمريكي الصيني، هناك نوع من تنافس المصالح المتبادلة الذي قد يؤدي إلى ضرب الطرفين في حال ما أنهم ساروا في التصعيد بينهما. طيب أسامة، لما بنتكلم عن السلوك اللي عملته الصين وقت جائحة كورونا، ويعني أنت كيف شفت السلوك الصيني، الإجراءات الصينية، أداء إدارة الجائحة بالنسبة للصين؟ وهل هذا كان مجرد أداء له علاقة بوباء ينتشر داخل الصين، أم له أبعاد أخرى، منها بعض الأبعاد التي تريد أن تلوح لها عالميا إقليميا، وتريد أن تلوح بها للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، طبعا احنا في مسألة التحليل السياسي، نحن دائما نقول التحليل السياسي ليس من العلوم الصلبة. يعني لما نقول العلوم السياسية، هي ليست علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فهو يقوم دائما على عمليات الاحتمال والاستشراف والقراءة، ولا يقوم على عمليات الجزم والحسم. يعني هذه مش معادلة كيميائية. نحن لا يوجد عندنا معطيات، لا يوجد عندنا تقول أن الصين هندست هذا الفيروس جينيا، أو أنها تلاعبت به، أو أنها أطلقته عمدا. ما يوجد عندنا معلومات. ما يوجد لدينا اليوم تقدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أنه هذا حدث عرضي، لا يعرف هل هو فعلا جرى في محل في سوق للحيوانات البرية، أو أنه جرى مثلا، أو أنه نتيجة خطأ حصل في مختبر ووهان. لا ممكن نتكلم عن تقارير استخباراتية حتى من 2018 عن ضعف إجراءات السلامة في مختبر ووهان، وتقارير السفارة الأمريكية ومستشارين وخبراء أبعثتهم إلى المختبر في 2018، تقارير الاستخبارات. ممكن نتكلم في كل هذه المعطيات، لكن هل الصين قامت بتصنيع هذه الأزمة؟ لا يوجد دليل على ذلك، ولذلك في التحليل لا أستطيع أن أتعامل بهذه المعلومة. المسألة الثانية لا ينفي ذلك، لكن لا يوجد دليل عليها. المسألة الثانية أنه لا يوجد دليل أن الصين تقول الحقيقة، بل هناك شكوك كبيرة أن الصين تقول الحقيقة. وطبعا صدرت تقارير بما فيها تقارير دولية ومنظمات مراقبة قالت أنه الصين كذبت بالنسبة لعدد القتلى، وأن هناك كان الآلاف والآلاف من جرار، لأنهم يحرقوا الجثمين في الصين. كانت عشرات الآلاف والآلاف من الجرار موجودة أمام بيوت الجنائز، والصين اضطرت في الشهر الماضي إلى أن تعيد أن تغير أرقامها ومعطياتها لعدد المصابين والقتلى بالفيروس. فلا يمكن أن نتأكد أن الصين تخبرنا الحقيقة في المسألة هذه، أنها أدارت الملف بنجاح. لكن أنا أظن أنها أدارته بنجاح أكبر من أمريكا بدون شك. السبب، الصين دولة قمعية، إذا قالت فرضت حظر التجول في منطقة وقالت لا تخرج منها، فأنت لن تخرج، وإذا خرجت ستقتل. في حالة الولايات المتحدة نحن شفنا يعني الآن المتظاهرين ينزلوا بالسلاح إلى يتظاهروا أمام المجالس التشريعية في الولايات ويطالبون برفع حظر التجول. وعندنا رئيس معادي للعلم، يعني يتصل فيه درجة السفالة أنه أنت لو عالجت نفسك أو شربت المنظفات المنزلية ولا الكلور ولا غيره ستشفى. فنحن نتحدث عن حالة أمريكا اليوم تعيش حالة لم تعيشها من قبل، وجود رئيس شعبوي على رأس السلطة خلق حالة فوضى. فهل أن الصين صدرت الأزمة لأمريكا؟ لا أظن أنها صدرتها، كذبت على العالم قطعا، هذا ليس فيه شك، وسجنت الأطباء الذين حذروا كرم بعد وفاته وكرم أهله في الصين من باب يعني التكفير عن الذنب قامت به الحكومة الصينية. لكن الرئيس الأمريكي هنا كان يدرك وكان يعلم وأخبر بأن هذه الجائحة قادمة، لكنه اختار أن يرفض هذه المعلومات، أنكرها وهون منها. النتيجة هو ما نراه اليوم. فأنا لا أظنها مؤامرة صينية، إنها هي بالدرجة الأولى سفاهة وسوء إدارة وضعف في الحكم الأمريكي،
وأظن أن أمريكا إن كانت ستتراجع إلى الصف الثاني أو الثالث عالميا فستتراجع، حتى لو وصلنا إلى مرحلة انهيار بعد مدى يعني لا أستطيع أن أحدده بسنوات الآن، ستكون نتيجة صراعات داخلية أكثر من صراعات خارجية. كانت أمريكا تستنزف نفسها في معارك خارجية زي حرب الخليج، اليوم تعلمت الدرس، لا تريد أن تخوض حرب مع إيران لأنه لماذا راج إشعاعي ولا بالكيماوي من أجل وجع رأس. إيران وجع رأس بالنسبة لأمريكا، ليس تهديد وجودي، لكن الصين تهديد وجودي، وجودي لقوة أمريكا العالمية. فالكيموثيرابي متجه باتجاه الصين. فعندما يكون عندك رئيس الآن يخوض معارك داخلية أصبحت هي الكيموثيرابي اليوم، هي أصبحت هي العلاج الكيماوي، هذا الذي يضعضع أمريكا من داخلها، الصراع الداخلي أكثر من منافستها خارجيا، لأنه أمريكا اليوم تقف عاجزة عن أن يكون لها موقف موحد بسبب أنه يوجد إدارة لا تملك رؤية ولا تملك استراتيجية لموقع أمريكا في العالم ودولة. الصين قد تستغل هذه الفرصة بالمشكلة الداخلية لدى أمريكا وتقوي نفوذها خارجيا. هي تستغلها منذ سنوات طويلة، يعني حتى أحد المسؤولين الأمريكيين قال بأنه يعني قال له أحد المسؤولين الصينيين، قال له نحن ننظر نشاهد ونتابع التوتر الأمريكي الإيراني وننتظر حرب أمريكية بالمرة، يعني وهم سموا حرب العراق كواغماير المستنقع. أنت يعني أمريكا ترتب على حرب العراق ديون مع الفوائد، لا أتكلم عن الدين الأساسي، مع الفوائد حوالي تكلفة الحرب على الإرهاب العراق وأفغانستان حوالي 8 تريليون دولار. فاليوم أمريكا الصين تقول تخوضوا حرب مع إيران، إحنا راح ندينكم، لكن لأنه حرب مع إيران ضد أمريكا طبعا، لأنه حرب مع إيران ضد أمريكا معناها أنه أمريكا ستلجأ إلى أسلحة متقدمة، ليس بالضرورة السلاح النووي، وإذا لجأت إلى أسلحة متقدمة قد نصل إلى حرب مفتوحة بين أمريكا والصين، حرب تقليدية ستخسرها الصين، حرب نووية سيتدمر الطرفان، لكن الصين ستعود مثلا إلى ما قبل الميلاد، أمريكا ستعود إلى القرن الأول من الميلاد على سبيل المثال من ناحية قوة. فلا يوجد مصلحة للطرفين، لكن الصين ما الذي تفعله؟ الصين دولة عندها الصبر الاستراتيجي، دولة تنتظر تورط أمريكا في معارك كثيرة، تستنزف نفسها، مستنزفة نفسها في شرق آسيا لأنها تتصدى تحاول أن تسعى لاحتواء النفوذ الصيني والتعدي على المياه الإقليمية، لأنه الآن الكميات النفط والغاز المتوقع الاحتياطات المتوقع في بحر الصين الجنوبي تتجاوز كل الموجود اليوم في العالم. فإذا أمريكا لا تستطيع أن تترك الصين تستفرد بها، ولذلك أمريكا دائما تتحدى الصين، والصين دائما تصنع هذه الجزر الاصطناعية وتعيد تعريف ما يسمى الميريتايم المياه الإقليمية لها، فبدل أن يكون 80 كيلو 81 كيلو تضع جزيرة اصطناعية بعد مثلا 70 كيلو، فبتصبح عندك كمان 80 كيلو، وصلت إلى أن تتعدى على المياه الإقليمية لدول أخرى. تلك الدول الأخرى مثل ماليزيا مثل الفلبين مثل فيتنام لا تستطيع أن تتصدى للصين دون وجود أمريكي، فالذي يكبح الصين أمريكا. وأيضا أمريكا متورطة في أفريقيا ومتورطة في أوروبا ومتورطة في الشرق الأوسط، فإذا يمكن أن تنظر، في حين الصين تشاهد وتنتظر الاستنزاف الأمريكي. أمريكا كقوة عظمى لا تستطيع أن تنسحب من ساحات الصراع، عكس الصين التي لم تعلن نفسها قوة عظمى إلى الآن لتكون في ساحات الصراع، لكنها قادمة قطعا. طب بدي أسألك دكتور، أنا هلأ تكلمنا إحنا عن كيف قامت الصين وكيف قامت أمريكا بالتعامل مع الجائحة والفيروس هذا داخليا، أوكي؟ الآن السؤال كيف تعاملوا مع هذا، يعني كلا الدولتين كيف تعاملوا مع هذا مع هذه الجائحة خارجيا، مع بالعلاقات الدولية بالمساعدات بمد يد العون، كيف رأيك في الموضوع؟ طبعا يعني إحدى علامات إعياء الأمريكي هو التعامل مع مفاعيل هذا الوباء. الولايات المتحدة طبعا تحت إدارة ترامب رجل شعبوي بالمناسبة، لا يستوعب
المعطيات التي أمامه. والقضية ليست قضية طبعا يعني إذا حبيت نتكلم فيها أنه أين المؤسسة، ممكن أشرحها إذا حبيت فيما بعد، أنه كيف حصل أنه ترامب استطاع أن يحيد المؤسسات وأن يقود أمريكا بمنطق شعبة، بمنطق فوضوي، بمنطق يعني مرة ثانية أنا بسميه ليس جنون العظمة إنما الجنون الحقيقي اللي رأيناه منه في المؤتمرات الصحفية في التعامل مع الجائحة. الولايات المتحدة جاء ترامب بمنطق اسمه أمريكا فيرست، أمريكا أولا. هو لم ينطلق من مفهوم استراتيجي، لم ينطلق من رؤية استراتيجية، لم ينطلق من عمق استراتيجي، انطلق من عمق انتخابي. أمريكا أولا بمعنى أنه أنت يا أمريكا تحت إدارة باراك أوباما وكل الرؤساء قبله الذين أسماهم ستوبيد، يعني هذه العبارة منه، يعني رئيس يسمي الرؤساء الذين قبله ستوبيد، يعني في التاريخ الأمريكي ما يوجد هذه اللغة المفتقدة اللي بسموها هذا الذوق الرئاسي أنه أنت فوق، يعني اللي بسموها it's beneath the office، يعني كيف أنه أنت تنزل مستوى المكتب. طبعا الرئيس لا يشتم الرؤساء الذين سبقوا، فهو دائما يصفهم بالستوبيد، ريبابليكانز ديمقراطيين جمهوريين لا يفرق عندهم. فهو كان يرى أنه أمريكا التي فتحت باب الهجرة أثرت على الموظفين على العمالة الأمريكية، فبسميها براون أمريكا، أنا براون مع أني وايت لأني مش أمريكي أبيض، شايف أو عرق أوروبي صافي مقابل الوايت أمريكا. فأمريكا التي تعطي مساعدات لفلسطين وتعطي مساعدات لإفريقيا وتتحارب الإيدز في العالم، وأمريكا اللي بدها تحمي السعودية، وأمريكا اللي بدها تحمي ألمانيا، وأمريكا اللي بدها تحمي الناتو، وأمريكا اللي عمد علاقات تجارية مختلة مع المكسيك ومع كندا في نافتا وغيره. فجاء في قضية أنه لا، أنا سأعيد المجد لأمريكا، أنه الكل بدك تدفع لي مقابل خدماتي، يعني كنا أصبحنا مرتزقة هنا، وبدك نفس الوقت تعرف أنه أنا سأخذ حصتي في الأول ثم أنت تأخذ ما تبقى من الحصة، مثل الأسد وحوله مجموعة اللبؤات، هو يأكل أولا ثم تأتي اللبؤات. فهو أراد أن يدخل بهذا المنطق، منطق البلطجة. النتيجة طبعا ما الذي حصل؟ أنه أنت فقدت ثقة أقرب حلفائك بك، الناتو لم يعد يثق بأمريكا، الدول الأوروبية مثلا، فأنت اليوم السعودية مثلا تتعرض لضربات وإهانات إيرانية، وأمريكا يعني فقط بتسحب الفلوس من السعودية ومن الخليجيين، وهو يعني لا يخجل أنه يتكلم فيها، أنه بي يعني بدك تسوي لك بتدفع، غيرك بتركبش الطيارة تبعتك، هو قال في عن الملك السعودية. فالآن اللي جرى أنه أمريكا في الوقت الذي يقودها شخص شعبوي فقدت اللي هي سلطتها القيادية الأخلاقية والكفائية، يعني كانت أمريكا تعتبر في الآخر هي الحصن الحصين بالنسبة لحلفائها. اليوم أمريكا لم تعد الحصن الحصين لا للحلفاء الأوروبيين ولا للحلفاء في الناتو ولا لحلفائها في الخليج ولا في أي مكان في العالم. فإذا في هذا الوقت جاءت جائحة كورونا، فإجا ترامب في إيش عمل؟ صار يقول إذا أنتوا إحنا بدنا الكمامات، فراح أحاربك على الكمامات، فصار عملية قرصنة إنه السلطات الأمريكية تقرصن الكمامات من مطارات عالمية، هذه حقيقة بسموها يعني شارب ألبوس، صار يعمل إنه أنا أول شيء بأخذ حصي بعدين أنت بتأخذ، في حين الصين كانت توزع مساعدات على العالم. لكن الذي أضعف الصين إنه كثير من المساعدات وكثير من الكمامات والقفازات وأجهزة الفحص وأجهزة هذا التي بعثتها وباعتها لدول مثل هولندا وتركيا وفرنسا وإسبانيا رجعت لها، لأنها كانت كلها ملأة بالعيوب. فالصين عندما حتى أرادت أنها تثبت نفسها كقوة بديلة لأمريكا فشلت في ذلك، لكن لا يعني أنها ستبقى فاشلة، لأنه هي على الطريق أسلم من طريق أمريكا نحو القيادة. طيب أسامة، أنا طبعا حكينا أشياء كثير وحكينا أرقام كثير وحكينا تحليلات وحكينا عن الولايات المتحدة، وأنا متأكد أنه كثير منا دخل في متاهة، يعني زي كأننا بنشوف عمالنا ديجيتال نمبرز عمالها بتلف حولنا وإحنا مش عارفين نمسك واحدة منها. خلينا شوي نمسك إشي بإيدينا اليوم في الواقع الآن الحالي، خط الصين يتصاعد أم يهبط؟ لأنه إحنا شفنا من الكلام اللي ذكر، شفنا كلام ups and downs، يعني أشياء بتحكي عن الصين تفوقت، الصين تراجعت، الصين حاولت أن تخطو خطوات الأمام فوقعت في أزمة، أمريكا
حاولت أن تلوي ذراع الصين لكن لوت ذراع نفسها. طيب الآن إذا بدنا نوصف الواقع اللي موجود حاليا، ما بدي أتكلم عن تحليلات مستقبلية، الواقع اللي موجود حاليا بعد الأزمة، قلنا إدارة الطرفين للأزمة كانت إدارة فيها ضعف وفيها مشاكل وفيها تخبط. ربما الصين أدارت الأزمة مثل ما ذكرت أنت التوصيف تبعك، ربما الصين أدارت الأزمة أفضل من أمريكا، ولكنها في النهاية لم تدر الأزمة بشكل الأفضل اللي يكون عليه. طيب أنا الآن في الواقع الحالي اللي موجود، هل استطاعت الصين أن تكسب خطوة للأمام للأعلى؟ هل استطاعت أن تكسب أرضا أكبر أم تراجعت؟ هل استطاعت الولايات المتحدة أن تفرض نفوذ أكبر أم تراجعت؟ لا، الولايات المتحدة لم تستطع أن تفرض نفوذ أكبر، لكن الصين أيضا لم تستطع أن تحدث اختراق، بمعنى أنها لم تتمكن من الاستفادة من الفشل الأمريكي. والسبب أنه المعسكر الغربي الذي كان تفتت تحت رئاسة ترامب فجأة عاد وتوحد ضد الصين. فإذا بتلاحظ الخطاب الغربي نحو الصين اليوم خطاب عدائي باستثناء إيطاليا، خطاب عدائي بمعنى الكلمة، ويتحدث عن الصين كمصدر تهديد، ويتحدث عن الصين كمصدر للعدم الصينية غير المنظمة وغيره. فالسبب أنه الصين عندما ظهر أنها تملك هذه القوة الهائلة وحتى القدرة التنظيمية، لأنه كان نظام قمعي قادر على فرض الشروط أكثر من نظام ديمقراطي، بغض النظر اتفقنا على مصطلح الديمقراطي أو كيف هو في الأنظمة الغربية. فهنا بدأ الآن النظر إلى الصين، كان دائما يتم الحديث عن الصين كتهديد استراتيجي، اليوم دخلنا في مرحلة تفعيل ذلك التهديد. 23% من صادراتها إلى العالم انضربت، بمعنى أنه تراجع الاقتصاد وانكمش اقتصادها بمعدل حوالي 6 شيء. فاليوم إذا بتنظر الصين، صحيح أنها قدمت نموذجا أفضل من أمريكا من حيث الإدارة، نموذجا أفضل من أمريكا من حيث مثلا كفاءة الصناعات الخفيفة اللي أخذتها من أمريكا وأخذتها من الغرب بسبب غباء الغرب في في في, في الألفية الثانية. فصحيح أنها قدمت هذه المعطيات، لكن اليوم كان دائما الحديث عن الصين عن أنها هي الخطر، وكان العبارة هذه البيفت تو إيجيا اللي احنا سنحتوي الصين. اليوم نحن دخلنا في مفاعيل احتواء الصين فعليا، لانه هذا لا يعني انهم سينجحوا، لكن سيعطل مسيره الصين، وستكون هناك شروط جديده للعلاقه ما بعد الجائحه. انا لا اريد ان اذهب باتجاه تصور الحرب، ليست مستحيله، لكن لا يوجد عندي معطيات حرب. الحرب تعني دمارا للطرفين، حتى لو حرب محدوده، يعني لو اجينا افترضنا انه سيكون هناك حرب محدوده في بحر الصين الشرقي الروبي على تحديدا، هذا هو المكان، هذه بؤره التوتر العالمي اليوم. لو افترضنا انه سيكون هناك حرب تقليديه ستخسرها الصين. طب اذا امريكا مثلا اذا اغرقت باخره بارجه حربيه امريكيه في بحر الصين، فامريكا ستضطر انها ترد بقوه مضاعفه، ستغرق مثلا بوارج حربيه صينيه. طيب اذا الصين رات نفسها كدوله عظمى في فضائها الجيوستراتيجي، هذا اقليمها، ستهزم هزيمة كاسحة أو هزيمة مهينة، قد تلجأ إلى استخدام أسلحة غير تقليدية. لن يذهب الطرفان باتجاه التصعيد، اللهم أنه نصل إلى حالة يصعب فيها السيطرة على مخرجات المعركة. يعني اليوم ما في سبب لمعركة حقيقية، في سبب للتصعيد، الضغط المتبادل بين الطرفين. وإذا بتلاحظ أنه أمريكا تصعد والصين تحاول أنه تمتص، بمعنى أنه أنتم بتتكلموا الآن عن تصفية حسابات سياسية، خلينا أول شيء نحارب الجائحة وبعدين لما نخلص نتكلم. لأنه تدرك الصين أنه اليوم ليس من مصلحتها أن تدخل في معركة اللي هي لا غير مستعدة لها إلى الآن، لأنه الصين بنت نموذجها على التورط الغربي في الحروب الخارجية، التورط الأمريكي في معارك ومغامرات خارجية. إذا تورطت الصين نفسها في معارك خارجية ستجد نفسها وحيدة، لأنه من هو حليفها في الإقليم؟ لا يوجد لها حليف، هي على حساسية مطلقة مع الهند، والولايات المتحدة الآن تعزز العلاقة مع الهند للحصار محاصرة الصين، وهي حاصرتها عبر دول مثل ماليزيا، الفلبين، فيتنام وغيره. فبقي أمام الصين مخرج واحد، هذا المخرج هو روسيا. لكن روسيا إذا ثلث الأضلاع، ما هي مصلحة روسيا أنه تجعل الصين هذا دكتور الثانية. خليني بس دقيقة بس، طبعا في سؤال من اعتدال بقول لك، لماذا النظام العالمي الجديد او الدول الجديد يعتمد على تحالف روسي صيني؟
ما مدى واقعية هذا التحالف بين روسيا والصين ضد الولايات المتحدة؟ خاصة أنت يعني كنت تحكي هلأ شوية عن الهند، في تحالف اسمه دول شنغهاي أو مؤتمر شنغهاي اللي هو 8 دول، بينها الهند وطاجكستان وأوزبكستان وروسيا والصين، فهل لا تتوقع أنه يكون في تحالف، حتى أنهم حاولوا أنه في الفترة الأخيرة أنه يصير في تبادل تجاري بينهم بالعملة المحلية؟ لا، شو قضية العلاقات الاقتصادية غير التحالفات الاستراتيجية. العلاقات التجارية هذه يعني كل الدول بحاجة لها، لأنه شو إذا بتطلع على 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 دولة كالصين، دولة حجم اقتصادها 14 تريليون، حجم القوة الشرائية، كان عملياً إذا تطلع على شعبها، صحيح انتشرت 80% من شعبها من الفقر، لكن 80% متوسط دخله 9,800 دولار. فالصين أمام طريق طويلة. طيب ما بالك بدولة مثل الهند؟ ما بالك بدولة مثل روسيا اللي هي أكبر دولة في العالم جغرافيا، لكن عدد سكانها لا يتجاوز يمكن 160-120 مليون، لا أذكر الرقم بالضبط، لكن في هذه الحدود، وحجم اقتصادها حجم ولاية متوسطة أمريكية زي تكساس. فإذا هم بحاجة إلى هذا التحالف. لكن إذا تطلع على الجانب الاستراتيجي، الصين مثلا تدعم باكستان في صراعها مع الهند. لماذا؟ طبعا في خط الحرير وغيره، لأن الهند تشكل منافس حقيقي للصين سكانيا وجغرافيا، بالإضافة إلى صراعهم على التبت والصراع الجغرافي اللي بيناتهم. فالهند ليس بحجم الصين اقتصاديا، لكنها هي الحجم، هي المتوقع ستكون الاقتصاد العالمي الثالث خلال سنوات، قد تتجاوز أمريكا تكون الاقتصاد العالمي خلال يمكن عقد أو عقدين، يعني حسب بعض الدراسة الرؤى. فإذا أنت اللي وصلنا له اليوم أنه في عندي تحالفات استراتيجية وعندي تحالفات اقتصادية. في تحالفات اقتصادية تستدعيها الضرورة، وفي تحالفات استراتيجية هذه تقوم على الخلافات وعلى النزاعات الحدودية. بالنسبة لدولة مثل روسيا، روسيا تريد أن تضعف وتحجم النفوذ الأمريكي، لكن هذا النفوذ الأمريكي لا ينبغي أن يكون تحجيمه لصالح الصين التي ستتغول على دولة مثل روسيا لأنه على حدودها. فالصين مثلا، أو أعطيك مثال، لما الولايات المتحدة عاقبت روسيا في أوكرانيا وضربت اقتصادها، شلته إلى حد كبير، شلت الاقتصاد الروسي إلى حد كبير، منعت عليهم استخدام الكريدت كارد، هذه بطاقات الكريدت كارد وغيره، الفيزا وغيره، الروبل نزل 50%. بدك بديل دولي، إيش البديل الدولي؟ هي أمريكان إكسبرس وفيزا. نعم، الروبل نزل 50%. نعم. إحدى التهديدات التي هددت روسيا فيها الولايات المتحدة أنها، نعم، إحدى التهديدات أنه سنعطي بعض التكنولوجيا النووية التي لا تملكها الصين سنعطيها إياها. الولايات المتحدة قالت لها إذا بعطيها إياها، إذا أنت أعطيتيها هذه التكنولوجيا النووية، أول من سيدفع الثمن جيوستراتيجيا هي روسيا. ولذلك رجعنا للتراي أنجلور دبلوماسي، عندك 3 أطراف بينهم حساسيات، كل طرف يحاول أن يوازي الطرفين، لكن في طرفين ملتصقين ببعضهم البعض، يتحالفان مرحليا في المواقف، مثلا مثل الموقف من سوريا، الموقف من إيران، الموقف مثلا من أمريكا في فنزويلا، الموقف مثلا من السياسات الأمريكية التسلطية مثلا في شرق آسيا وغيره، لكن في المقابل لن يصل إلى تحالف عسكري على الأقل في المرحلة الحالية، لأنه هذا سيكون على حساب روسيا بالدرجة الأولى. ثم دخول معركة عسكرية مع الولايات المتحدة، إذا دخل، أنا لا أريد أدخل السلاح النووي، السلاح النووي يسموه سلاح ردعي، الدولة التي ستجد نفسها مهزومة قد تستخدمه، وهذه خطورته. لكن أنا بدي أفترض أنه إحنا دخلنا معركة محدودة المدى، محدودة النطاق، بأسلحة تقليدية لكن متقدمة تدميرية طبعا. فلنفرض أنه وصلنا إلى هذه المرحلة، من الناحية العسكرية البحتة، الولايات المتحدة تقوم استراتيجيتها على مواجهة عدوين في وقت واحد، والميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 3 أضعاف أو 4 أضعاف الميزانية العسكرية الصينية، وأول 10 دول تقريبا بعد الولايات المتحدة حتى تصل إلى الميزانية العسكرية الأمريكية. فإذا نظرنا من ناحية القوة الصلبة تجريديا، فالولايات المتحدة قادرة، ستدفع ثمنا هائلا أمريكا، ثمن هائل
يعني استنزافا، وقد تضرب في عقر دارها طبعا، لأن الصواريخ هذه العابرة للقارات لم تنجح أي دولة إلى الآن في اعتراض الصواريخ العابرة للقارات، يمكن تنجح بإسقاط صاروخ لكن سينفذ صاروخ آخر، فالدول هذه ستدفع ثمن. لكن إذا دخلنا، إذا فرضت المعركة، الدولتان الروسية والصينية ستدفعان ثمن غاليا، وأمريكا ستدفع ثمن غالي. بمعنى آخر سنصل إلى مرحلة أين لن يكون هناك قطب دولي من هذه الثلاثة الدول قادر على أن يفرض وجوده على العالم. قد ينتج عندك تعدد الأقطاب الدولية، وتكون عندك دول لم نحسبها يوم من الأيام جزء من الأقطاب الدولية، لأنه هذه الدول تراجعت قدراتها نتيجة الضرب المتبادل إذا دخلنا معركة محدودة، أو توسعت وصار فيها ضرب في داخل عقر الدار. فإذا هم يدركون أنه إحنا محكومين بميزان قوة، والميزان القوة التدميرية. قد أكون أنا أقوى منك، لكن القوة التدميرية التي أنت تملكها قادرة على إجهادي إلى حد كبير. أسامة، الآن يعني إحنا بنعرف أنه الصين في النهاية الاقتصاد الصيني مبني على السوق الأمريكي، يعني السوق الأمريكي سوق كبير جدا بالنسبة للصين. الأمر الآخر، صناعة الاقتصاد الصيني والصناعات الصينية كانت قائمة على شركات أمريكية أرادت أنها تسترخص في الأيدي العاملة، فنقلت كل مصانعها من أمريكا إلى الصين. اليوم إذا بنحكي إحنا عن هذه العلاقة المتوترة ما بين أمريكا والصين، ما الذي يمنع أمريكا كما خلقت الاقتصاد الصيني أن تخلق اقتصادا آخرا بديلا ويكون هو مريحا لأمريكا من هذا التوتر والمخرز الذي يطعن طوال الوقت في الخاصرة الأمريكية؟ يعني اليوم إحنا الصين صنعتها أمريكا فأصبحت كالدب الذي أكل صاحبه، أو الذي يهدده، أو الذي يزعجه. خلينا نحكي هو يزعج صاحبه، خليه يعتبره ذبابة يا أخي، ويزعج الأسد. في النهاية هذا الإزعاج، ما دام أمريكا والشركات الأمريكية هي التي صنعت الاقتصاد الصيني، وهي التي يعني أسست له بمصانعها. اليوم 3M 3M Medical Supplies، لما أمريكا بتاخذ قرار إنه ممنوع تصدير 3M Products لأي دولة من الدول إلا بالموافقة الأمريكية، وكله لازم يكون داخل أمريكا وهذا الكلام، والصين تلتزم ولا تلتزم، تلتزم ولا تلتزم، أنا بمعرفتي أنها تلتزم أحيانا ولا تلتزم أحيانا كثيرة. طب هذا التوتر الموجود، كما صنعت الشركات الأمريكية هذه المصانع الصينية، لماذا لا تصنع غيرها وتصنع أكثر منها وأكبر منها، تنافسها وتستبدلها مباشرة، وترتاح من هذا المخرز الذي يطعن ظهرها؟ طبعا يعني بس هي توضيح مسألة سريعة، الولايات المتحدة، أنا لا أريد أن أقول إنه الشركات الأمريكية هي التي صنعت الصين، إنما ساهمت في إعطاء الصين القدرة على التفوق على أمريكا، يعني لأنه التكنولوجيا الأمريكية هي التكنولوجيا الأولى عالميا إلى اليوم، الأبحاث التكنولوجية الأمريكية هي الأولى العالمية إلى اليوم، الصين هي في الدرجة الثانية، الجامعات الأمريكية هي الأولى العالمية إلى اليوم، الصين سواء مستوى التعليم الجامعي الأمريكي الجامعي في العالم. فالولايات المتحدة ساهمت، والقرصنة الصينية للتكنولوجيا الأمريكية ساهمت في بناء القوة الصينية الاقتصادية والعسكرية إلى حد كبير. لكن الذي تفضلت به اليوم هو محل نقاش في أمريكا. اليوم هناك قرار في مشاريع قانون تصاغ داخل مجلس الشيوخ تأمر الشركات الأمريكية جميعها بأن تنقل مصانعها الآن وفورا، ليس بالضرورة إلى أمريكا إنما إلى دول خارج الصين، ومن الدول المطروحة مثلا الهند، من الدول المطروحة أيضا عندنا المكسيك، ولكن ترامب يحاول أن يعيدها إلى أمريكا. جشع رأس المال لن يسمح بإعادتها إلى أمريكا، لأنه إذا جبتها إلى أمريكا وأنا اشتغلت في هذه المصانع فإنه ساعتي حسب نوعية العمل، لكن قول $50 مثلا، إذا كان في التكنولوجيا $150-$200 مثلا في الساعة، في المقابل إذا حطيتها في الصين في المكسيك فإنك قد تكون في $15-$20 على سبيل المثال، اللي أنت بتأخذ عليه $200-$250-$500 في أمريكا. فقد يكون الجشع الرأسمالي، وهنا نقطة ضعف الرأسمالية، إنه هذه نقطة ضعف الرأسمالية تقوم على الاستغلال، تقوم على مص دماء الناس، تقوم على الربح الفاحش. واليوم الأمريكان يتعلمون هذه الدروس بكل قسوة،
يعني تخيل انه هذه الدوله العظمى مش قادر تصنع كمامات، مش لانه لا تملك القدره، لانه لم تعد تصنعها، لانه تعتبر انه تاتيني من الصين ب 50 سنت ارخص علي من اني اصنعها بدولار مثلا في امريكا على سبيل المثال. اليوم بدا في تحولات في العلاقه الامريكيه الصينيه، ليس فقط لناحيه القوانين بالمناسبه، حتى في السنوات الاخيره بدا العبء المادي، عبء المساس اكبر، اصبح يعني عبء على هذه الشركات. فبدات تنظر الى دول مثل المكسيك على سبيل المثال، هذا قبل ما يحدث اليوم، وليس ارتباطا بقرارات الكونغرس ولا تصريحات ترامب وغيره. فاليوم هناك اعاده موضعه للفهم الاقتصادي الامريكي، ان الصين لم تعد هي ذلك السوق الذي كنا نراه في الامس. ولذلك هنا احد النقاط الضعف الهيكليه في الاقتصاد الصيني، أن وهي يعني الآن لا أريد أن أخوض فيها كثيرا، هي دراسة دولية للبنك الدولي، أين الدول النامية اقتصاديا تصل إلى مرحلة تضرب فيه السقف لناحية التقدم الصناعي الذي يبتعد عن التقدم التكنولوجي المباشر. فعندنا هنا فجوة، قصة طويلة. اليوم تجد الصين نفسها تواجه عقبات هيكلية، والشركات هذه بدأت تفكر بالرحيل قبل. ثم عندنا ضغوط من داخل أمريكا أنه لابد أن هذه الشركات تخرج من الصين. لكن مرة ثانية، الذي يضعف أمريكا أكثر ليس هذه المعادلات، الذي يضعف أمريكا أكثر أنه الرئيس الأمريكي عنده صلاحيات استثنائية إذا قرر أن يستخدم قانون الدفاع الإنتاجي. الرئيس قاوم لمدة أسابيع طويلة أن يستخدم هذا القانون ويفعله، بحجة أنه نحن دولة لا تؤمم، يعني بدوش يقول أنه نحن دولة اشتراكية، كيف أنا أأمر مثلا فوردز وحصل أمرهم، لأنه لم يعد هناك قدرة أنك تستوردهم من العالم، فأمرهم أنهم يصنعوا. فجأة بقدرة قادر نكتشف أنه هذه الشركة، الشركتين سيارات، استطاعوا بقدرة قادر أنهم تكنفيرت مصانعهم، يحولوها ويصيروا صنعوا عشرات الآلاف من هذه الأجهزة. اليوم أمريكا صارت تصدرهم إلى العالم. فأمريكا تملك البنية، لكن عندما يكون هناك رئيس يرفض أن يستخدم صلاحياته لأنه يخاف أن يغضب طبقة رجال المال في أمريكا، فلا يتبرعوا لحملة انتخابية أو يتبرعوا لمنافسه أو أنهم يشنوا حملات عليه، فإذا هناك أيضا خلل بنيوي في التركيبة البنيوية السياسية أو الهيكلية السياسية الأمريكية. وهذه طبعا قضية ثانية، كيف أن النظام السياسي معلش يعني اسمح لي، هذا الموضوع الاستغلال. نعم، هذا الموضوع شو يعني صرنا طرحينه أكثر من مرة، فلا بد أن نعرج عليه ولو يعني بمعلومات سريعة. الآن يعني طول عمرنا بنعرف أنه أمريكا تقوم على المؤسسات، وهي دولة مؤسسات، وأنه النظام الأمريكي ليس نظام فردي وإنما نظام جماعي، هناك دوائر لاتخاذ القرار مختلفة وليس دائرة واحدة حتى. والرئيس الأمريكي إذا أراد أن يحيد عن هذه القرارات فإذا قال هكذا يقولون له هكذا، ومضطر أنه يكون عبارة عن يعني قارئ لخطاب أو عبارة عن شخص يمثل توجهات هذه الدوائر المختلفة من صناعة القرار. لكن فعليا الكلام اللي بنسمعه واللي بنشوفه وحتى اللي أنت الآن تفضلت فيه يؤكد أمامنا أنه الرئيس الأمريكي هو الرئيس الأوحد. يعني صرنا نشوف إحنا نفس الأمثلة من دول العالم الثالث، الرئيس فيها يقول ويخطب ويتخذ القرار ويباشر القرار، والدوائر المختلفة تتفاجأ، تكون آخر من يعلم، وزير الصحة يلطم ورئيس الأمريكي يصرح ويغرد بتغريدات وتصريحات ليس لها علاقة بالعلم. يعني هل فقدت أمريكا الآن هيكليتها في المؤسساتية القديمة التي كانت تعيشها بسبب رئيس متهور، أم أنه أدوار يتم توزيعها وهذا وقته أن يأتي رئيس بهذا الشكل، ودوائر صنع القرار مبسوطة لأدائه، وبالنهاية يعني بيقولوا عنه مجنون، فكلمة الجنون زي ما هي تستر كثيرا من الجرائم تستر هذه الجرائم معها. لا، هي بصراحة ليست قضية تنسيق ولا هي مؤامرة ولا هي لعبة، هي حقيقة. أنا كان عندي في أول الأمس محاضرة مع المركز العربي
في للدوحة موجود البث مباشر لها أو التسجيل كامل على صفحتي وعلى صفحة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وهذه النقطة إحدى النقاط التي تعرضنا لها في البحث. الولايات المتحدة عندما أسست في القرن 18 ووضع الدستور الأمريكي، إذا أذكر الأرقام بشكل صح أظن الدستور الأمريكي صيغة في 1778، الآباء المؤسسين والذين كتبوا الأوراق الفيدرالية وآباء الفلسفة الدستورية الأمريكية لم يتصوروا، قامت يعني اتبعوا المنهج، اتبعوا نهج ما يسمى الفصل بين السلطات separations of powers، وفي نفس الوقت وضعوا قاعدة ثانية وهي ما يسمى checks and balances، عملية الضوابط والتوازنات، بحيث لا تطغى separations of powers، الفصل بين السلطات، لا تطغى السلطة التنفيذية على القضائية أو التشريعية أو العكس بالعكس أو بالعكس بالعكس، يعني التنفيذية التشريعية أو التشريعية التنفيذية أو غيره، أو القضائية على السلطتين الأخرى يعني. لا، ولم يتصوروا في يوم، وأعطيت كل سلطة أعطيت من أدوات الضبط والكبح للسلطة الأخرى بحيث تمنع تغولها، فهذه التوازنات بينهما تبقي على حالة بقاء انسجام النظام السياسي، هكذا كان الفلسفة. لم يتصور الآباء المؤسسون كما يسمون هنا في أمريكا الفاوندينغ فاذرز، لم يتصوروا أنه سيأتي أو أن نظاما سياسيا يقوم من صراع السلطة الفيدرالية مع السلطات الولايات، ويخافوا من صراع من صراعات الفصائل السياسية في الفلسفة، الكل كان يعني حسب الأوراق الفيدرالية كانوا هناك فلسفات مختلفة، لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فلم يتصوروا أنه سيأتي يوم يكون هناك نظام حزبي. طيب إحنا الآن بعيدا عن كيف وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى نظام حزبي، ثنائية حزبية عملية. فعندنا الذي حصل الخلل هنا، لأنه أمريكا لا تطور دستورها بشكل كبير، يقوم بتعديلات دستورية لكن بشكل محدود بسبب التوازنات السياسية. فوصلنا إلى مرحلة عندنا نظام حزبي وعندنا رئيس ملك حزبه في ظل سطوة موجة شعبوية استطاعت أن تخطف حزب اسمه الحزب الجمهوري من أصل حزبين أساسيين في أمريكا يحكمان أمريكا. فلما خطف الحزب جاء الرئيس منهم، الرئيس يتمتع بشعبية 9% كمش إلى حد كبير حيث بقي أغلبه من المتطرفين. فجاءت هذه الحركة الشعبوية، جاء هذا الرئيس، هذا الرئيس حزبه يخاف منه لأنه من سيتحداه من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري قد يخسر الانتخابات، وكثير منهم إما استقالوا تقاعدوا وإما خسروا الانتخابات، فأصبحوا ملكه، فأصبح مسيطر على السلطة التنفيذية وعلى جزء من السلطة التشريعية. 2017-2018 كان المجلسين الشيوخ والنواب في الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين، فإيش راحوا عملوا؟ وإلى اليوم مجلس الشيوخ تحت سيطرتهم، فالقضاة الفيدراليين كثير منهم عينوا عن طريق يأتي من الرئيس والتصويت يكون في مجلس الشيوخ، ومنهم قاضيان في المحكمة العليا، فإذا أنت صار أصبح لك نفوذ أكبر داخل القضاء الأمريكي. فانهار انهارت نظام separation of powers، إلى بديش أقول إنها تضعضع، لكن انهار check and balances. هنا حصل الخلل عندنا، فأصبح الرئيس اليوم الرئيس يملك السلطة التنفيذية، والرئيس لا يستطيع الFBI انهم يتحدوه عادة باسم انه سيحصل على دعم من الكونغرس او القضاء، لكن اليوم لم يعد يحصل على دعم من الكونغرس والقضاء، لانه مجلس الشيوخ لصالحهم مع صالح ترامب، فستفشل مثل ما افشلوا عملية اقالته، تم عزله في مجلس النواب لانه ديمقراطيين، عجزوا عن اقالته في مجلس الشيوخ لانه جمهوريين. فاذا عندنا اصبح هنا في ضعضعة في نظام الضوابط والتوازنات، نظام فصل بين السلطات، وأصبح الرئيس في النظام السياسي الأمريكي يعتبر أقوى شخص، والكونغرس يعتبر أقوى مؤسسة. اليوم الكونغرس منقسم فما عادش قوي كمؤسسة، والرئيس متجبر متغول يخاف منه الكل، والرئيس الأمريكي جزء كبير أو جزء جيد منه تحت سيطرة المحافظين، في 5 محافظين في المحكمة العليا و4 يسمون الليبراليين. فإذا أنت وصلت إلى مرحلة تهتز فيها نظام التوازن والضابط والموازنات، وهذا قد يستلزم تعديلا دستوريا. هل سيقبل الجمهوريون؟ هذا يعني نهايتهم كحزب، من الصعب. طيب أمال بتحكي أنه يقال أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، وليس بالضرورة أن تكون حرب عسكرية، ولكنها تبدو كحرب اقتصادية جيوسياسية، ما رأيكم؟ يعني هون بدنا نحكي عن الناحية العسكرية، زي ما انت حكيت انه ما تتوقع انه حدا يخوض فيها، فهل تتوقع انه
موضوع حرب باردة راح تصير بين الصين وأمريكا لاكتساب قوة عظمى لتصير لها نفوذ جيوسياسي. سيدي منذ عام 96 والصين أصبحت هي الهدف بشكل متنامي، وعملية التوجه نحو شرق نحو آسيا الهادئ اللي هي الباسيفيك آسيا يعني تمت منذ أواخر التسعينيات، استمرت خلال إدارة جورج بوش، ونقلت ثلثي القوة الحربية العسكرية الأمريكية البحرية إلى شرق الصين، إلى بحر الصين الجنوبي وإلى المحيط الهادئ. أنا يعني شخصيا أستبعد أنه سيكون هناك حرب، لكن الحروب لا تأتي نتيجة قرارات، الحروب تأتي نتيجة خلل في الحسابات، خصوصا بين دول كبرى مثل الصين وأمريكا، لأنه مرة ثانية الطرفان خاسرا في معركة زي هيك. فالحروب مثل هذه الحروب تأتي نتيجة خلل، خطأ في الحسابات، وهذا الخطأ في الحسابات قائم بشكل كبير، وهذا هو الخوف الأساسي. اليوم أنا سأتجاوز الحرب، لأنه مرة ثانية هذا بسميه تنجيم سياسي. ما هي المعطيات التي تقول عندي أنه سيكون هناك حرب؟ لا يوجد عندي معطي حرب عسكرية، لأنه الحرب العسكرية قد تكون حرب تحريكية. هل أمريكا والصين في وارد حرب تحريكية؟ هذول قوتين عظميين، يعني ستكون الحرب التحريكية تدميرية. الآن بدي أتجاوزها، لا يعني أنه لن يحدث، لكن المعطيات اليوم اللي عندي لا تقول لي أنه ستحدث، قد تحدث. إذا تغير شيء بكرة سيحدث عندي تغيير، بسموها المودلز اللي كان يقولوا سيموت 240 ألف أمريكي، بعدين قالوا لا 60 ألف، اليوم ردوا رفعوها لأكثر ل 240 ألف، قالوا لأنه تغيرت المعطيات. في كل مرة تغيرت المعطيات تغيرت المخرجات. بديش أخوض كثير في هذا الموضوع. اليوم أنا بدي أتكلم في قضية الحرب الباردة. الصين وأمريكا في حرب باردة، لكن في فرق بين الحرب الباردة بين أمريكا والصين وبين أمريكا والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان دولة مغلقة على ذاته، ليس مؤثرا في النظام الاقتصادي الدولي، ولذلك انهار اقتصاديا قبل أن ينهار عسكريا. الانهيار الاقتصادي قاد إلى انهيار عسكري وانهيار الإمبراطورية السوفيتية. الصين عالم مختلف، الصين قوة اقتصادية عالمية، الاقتصاد الأمريكي مرتبط إلى حد كبير بها، والاقتصاد الصيني مرتبط إلى حد كبير. هل يعني هذا أن أمريكا ستسمح أن ترى الصين تتجه باتجاه أن تستبدلها عالميا؟ لا، هنا مسألة ثانية، هذه قد تقود إلى حرب. هل نحن في تلك المرحلة؟ لا، لسنا في تلك المرحلة. فنحن قد نكون في حرب باردة، لكن بشروط مختلفة، ذلك أن الصين مؤثرة دوليا اقتصاديا على عكس الاتحاد السوفيتي الذي كان إمبراطورية عظمى عسكريا لكن ليس له أثر اقتصادي عالمي. أسامة، إيش ارتدادات العلاقة هذه المتوترة؟ يعني صحيح العلاقة كانت متوترة، وكانت متوترة من فترة، لكن التوتر يزيد. أول شيء، هل ترى أن التوتر سيزيد أكثر في الفترة القادمة، أم أنه يعني سيبدأ بالتنفيس؟ وإذا كان سيزداد أكثر أو يبدأ بالتنفيس، ما هي ارتدادات هذا التوتر على المنطقة في أمريكا الشمالية؟ كل المنطقة، كل الدول في المنطقة. أنا آسف الصوت قطع. بقول أنا آسف الصوت قطع، فما ما طيب فهمت السؤال. بقول الآن العلاقة مقبلة على إما توتر، زيادة في التوتر، لأن التوتر كان موجود أصلاً، إما زيادة في التوتر أو يعني هدوء في هذه العلاقة واستقرار في هذه العلاقة. سواء كان زيادة في التوتر أو هدوء، ما هي ارتدادات وتأثير هذه العلاقة على المنطقة كلها ودول أمريكا الشمالية كلها بشكل عام؟ يعني بحاول أفهم بس إنه كيف التأثير سيكون. يعني لا شك إنه التوتر الأمريكي الصيني لن يعود فقط بتداعيات سلبية على المنطقة هنا فقط، على القارة الأمريكية الشمالية، سيعود بتداعيات على العالم كله. ونحن رأينا مثلا، إذا لاحظت مثلا الصراع الأمريكي الصيني زي ما تفضلت على هواوي، على التليفون، على شركة التليفون الصينية، رأينا يعني كيف أنه كندا وجدت نفسها في المنتصف، الغرب كله سيجد نفسه في المنتصف في حال تصاعد الصراع الصيني الأمريكي، وسيجد الغرب نفسه كله حتى وإن جرا غير راغب سيجد نفسه في معركة. السبب
انه لن يسمحوا لن يتحملوا خساره الولايات المتحده لانه لن يتحملوا ان يكون تحت جناح الاتحاد السوفيتي يعني جناح الصين يعني او اسامه يعني انت تقصد انه كل محاولات الصين لاجراء وعمل تحالفات بينها وبين الغرب سواء اوروبا ولا امريكا ستبوء بالفشل مقابل العلاقات الحديديه خلينا نسميها ما بين أمريكا وهذه الدول؟ يعني أنا لا أقول أنه لن يكون هناك علاقات إيجابية، قد تتطور إلى علاقات إيجابية مصلحية بالدرجة الأولى، ليست إيديولوجية وليست محبة، لكن لن يقبل تقبل الدول الأوروبية ولا كندا ولا أستراليا أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مع الصين لوحدهم دون وجود القوة الأمريكية، لأنه المحصلة أنه أي دولة عظمى تكون القوة الوحيدة أو القوة المتنفذة التي لا يوجد لها معادل موضوعي ستتحكم بالجميع. هل سيقبل البريطانيون الفرنسيون الألمان الكنديون بأن يكونوا أمام الصين لوحدهم دون أمريكا؟ هم لا يستطيعون بناء القوة الأمريكية، ولذلك أمريكا بالنسبة لهم وجود ضروري وليس بالضرورة حبا بأمريكا، إنما هذه مصلحة استراتيجية. بقاء الغرب اليوم يعتمد على الوجود الأمريكي، أو بغير ذلك سيجدوا أنفسهم في مواجهة دولتين عظميين اسمهما الصين واسمهما روسيا، ثم عندنا دولتان بار الآن في طور النمو ويتوقع خلال 20 سنة أنه يكون أو أقل حتى في حالة الهند أن يكونوا على الخريطة الدولية ويتجاوزوا الاقتصاديات الغربية بما فيها ألمانيا ويتجاوز حتى اليابان، وهن الدولتان الهند والبرازيل. هل تريد الدول الأوروبية هذه أن تقف لوحدها أمام دول ناشئة تصبح هي الدول الكبرى وتصبح هي الدول الصغرى، خصوصا في ظل الخلافات الأوروبية الداخلية وخروج بريطانيا الآن من الاتحاد الأوروبي والحديث عن الاتحاد الأوروبي بعد فشله في مواجهة كورونا، وكل دولة توجهت يعني عادت إلى مفهوم الدولة الوطنية والدولة القطرية، إنه أنا أحمي نفسي في الأول وبعدين بفكر فيك. فالآن كل الاتحاد الأوروبي أثبت أنه يعني حالة هلامية قابلة للفشل قابلة للانهيار. من سيتصدى إذن لنفوذين صاعدين؟ روسيا. زمان في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت أوروبا تتوحد، أو مثلا تجد بعض الدول الأوروبية تتوحد، أو أن الصراعات تكون أوروبية. اليوم الصراعات ستكون مع دول من خارج الإقليم وأكبر من خارج الإقليم الأوروبي وفوق قوة القارة الأوروبية، فوجود أمريكا سيبقى مصلحة لهم، ليس محبة في أمريكا، لأنه أمريكا مرة ثانية هي بتتعامل كالبولي هذا إيش بسموه المتنمر على الجميع، فأوروبا مش لا يعجبها أنها متنمرة طبعاً، أنه أمريكا متنمرة، لكن لا يملك خيارات كثيرة في ظل ضعف هشاشة القوة الأوروبية علاقة وحيدة مقابل دول الصين وروسيا. نعم علاقة مصيرية، هذا مصير يعني مصير حتمي لا يستطيعوا أنه ينفكوا منه ما بين أمريكا وباقي دول الأوروبية نعم. طيب أنا بدي أسأل سؤال، يعني قد يكون هذا السؤال هو سابق لأوانه، لكن في ناس يروا أن الصين ستغزو العالم، ستصبح الأولى في العالم وتبسط هيمنتها على العالم. بعضهم يرى أن هناك مصلحة للبشر لأن أمريكا ستكف يدها عن الاستعمار والقتل والحروب والتحالفات الغير متساوية، وناس بتقول لك لا بالعكس الصين ستقتل الناس اقتصاديا. ايش رأيك في هذه الفكرة اللي هو هيمنة الصينية سواء عالميا او خلينا نحكي كمان السؤال الاصغر اللي هو احنا كعرب هل حينفعنا هذا الشيء ام لا؟ قصدي العرب في الوطن العربي يعني. أنا أسمي هذا التحليل بالتمني والتحليل بالعواطف وليس التحليل بالوقائع. أنا معك، أمريكا دولة إمبريالية، دولة يعني رتبت علينا مآسي وكوارث في العالم العربي وفي كثير من أجزاء العالم، لكن هل الصين أقل إمبريالية؟ طيب إحنا خلينا نسأل المحيط الجغرافي الصيني، خلينا نسأل فيتنام،
ونسأل الفلبين ونسأل ماليزيا ونسأل أندونيسيا ونشوف هل هم أيضا يشاركوا هذا الرأي ولا لا. هم بسموا الصين دولة استعمارية إمبريالية. الصين أذكى من أمريكا لأنه ليست معلنة كدولة عظمى، ولذلك هي بتقول مش مشكلة، هي عندها قدرات القوة العظمى لكن بتأمن محيطها زي ما أمريكا أمنت أو ظنت في يوم من الأيام أنها أمنت المحيط الأمريكا اللاتينية والقارة الأمريكية الشمالية والجنوبية. فهذا بتعتبر أمريكا بتعتبر القارة الأمريكية الجنوبية الوسطى اللاتينية وما يسمى اللاتينية هذه حديقتها الخلفية. الصين تعتبر بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي حديقتها الخلفية. أمريكا طبعا تنافسها هناك ومسكرة عليها هذه الأبواب إلى الآن. فالآن لو سألت الدول المقيمة في تلك المنطقة سيقول لك لا، الصين دولة استعمارية، أنا أستعين بأمريكا أصلا لتصدي لها والتصدي لإمبرياليتها. هذا واحد. فالصين دولة إمبريالية، إن خرجت من نطاقها الجغرافي ستمارس ذات الإمبريالية. هذه مسألة. المسألة الثانية، احنا بننسى في مسألة في قضية مهمة. واحد بيقول أتوقع يكون أحسن من الاستعمار الأمريكي، لا مش صحيح. خليني أقول لك ليش. الصين دولة قمعية، دولة كبت، واحنا بنمشي بالعواطف كثير. دولة كبت هذه دولة، خلينا نشوف ايش بتعمل بالأقليات المسيحية، الأقليات المسلمة، خلينا نشوف ايش عاملة في التبت، خلينا نشوف ايش عاملة في سكانها في قضية تحديد النسل وغيره، وقضية الدولة الأمنية البوليسية والحزب الواحد والسيطرة على المعلومة والسيطرة، وشوف إيش هونغ كونغ الآن فيها. فالآن لما أنت تيجي بتشوف الصين ليست أفضل من الغرب. الغرب فيه نفاق كبير في قضايا القيم، في قضايا الديمقراطية. الآن أنا بتكلم بسب ترامب وبقول نفاق ونفاق ونفاق، مش خايف حدا يكسر علي الباب، ولا خايف إنه حدا يجي بكرة يتهمني بإطالة لسان على سبيل المثال في أمريكا. هذه قيم في أمريكا، هذه قيم غير موجودة في الصين. فهل أنا بدي النموذج الصيني على سبيل المثال؟ لا. بيجي عندي هنا البعد الثالث، القوة الناعمة. القوة الناعمة التي تتمتع بها دول الغرب لا تتمتع بها الصين. طيب خلينا احنا نطلع الآن على أمريكا. أمريكا أعطتك هوليوود، أمريكا أعطتك البيبسي كولا، أعطتك الكوكا كولا، أعطتك المكدونالدز، أعطتك الفن، أعطتك الرياضة، أعطتك أعطتك أعطتك. الآن بيجي واحد بيقول لكن هذه أنا مش متفق مع القيم الأمريكية هذه وقيم الحرية اللي بمفهومهم للحرية، لأنه هذه القيم قد تتجاوز، يعني قد تصل إلى مرحلة الغرائزية أو تصل إلى الغرائزية في أحيان كثيرة وفي قضايا كثيرة وتتجاوز الحرية الإنسانية المنضبطة مثلا على سبيل المثال. صح، لكن تضرب على غريزة عند البشر. هذه الغريزة ليس كل إنسان بمانع قيميا وأخلاقيا أنه يتمنى حريات غرائزية، وبلادنا اليوم مليانة حريات غرائزية. في ناس بيقول لك أنه أنا بدي أكون شاذ جنسيا، وأنا من حقي أنه أنا يكون في علاقة جنسية مفتوحة، ومن حقنا نشرب ومن حقنا نساوي. فأنت الناس بيقبل هذه القيم حتى لو خالفناها، لكن هذه القيم تبقى لها أرضية أين نتفق معها، وثم قد نختلف معها من حيث الغرائزية. لكن الصين ما الذي ستعطيني؟ لا راح تعطيني هوليوود، ولا راح تعطيني البيبسي كولا، ولا راح تعطيني الكوكا كولا، ولا راح تعطيني الحريات، ولا راح تعطيني، راح تجيب لي نظام قمعي أكبر من النظام القمعي العربي الموجود. بظل بعد أخير. البعض بيقول لك لا، هو إحنا مشكلتنا مع أمريكا، شوف إيش عملت فينا في 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 فلسطين. أنا أدعو كل من يقول إنه الصين أحسن من أمريكا، الاثنين بالنسبة لي أسوأ من بعض في السياسة الخارجية. أنا أدعو من يقول الصين أحسن من أمريكا أن يراجع العلاقات الصينية الإسرائيلية، يراجع العلاقات الصينية الإسرائيلية، وكيف أن الصين هي داعم لإسرائيل وتبني علاقة قوية مع إسرائيل، وأن هناك توتر أمريكي إسرائيلي بسبب الصين، لأن الصين إسرائيل أصبحت أكبر مهرب للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية للصين، واليوم هناك خلاف على ميناء حيفا وإدارة شركة صينية له. فاليوم إحنا اليوم نتكلم عن مقارنة، يعني نستبدل النار بالنار. ديش أقول كالمستجير من الرمضاء بالناري، لا، إحنا كالمستجير من الناري بالناري، بتنط من النار هذه إلى النار هذه. كلا الدولتين في السياسة الخارجية أسوأ، لكن أنا عندي فرصة أكبر أن يتعامل مع الغرب، لأنه أنا اليوم في أمريكا على سبيل المثال، أنا بتمنى اليوم مثلا اليوم بعمل لصالح قضية فلسطين في أمريكا، بعمل لصالح قضايا مسلمين كثير في أمريكا، عندي قدرة أني أحاول يكون إلي موقع دور في النظام السياسي الأمريكي. في حين إذا أنا بدي آجي
بدي أجي أعمل من الصين حتى أدافع عن حقوق الإيغور المسلمين على سبيل المثال داخل الصين نفسها، هل سيسمح لك في ذلك؟ تمشيش بهذه الطريقة، ما بتمشي بهذه الطريقة. فالعواطف في التحليل واستبدال النار بالنار ليس منطقا، استبدال النار بالنار ليس منطقا. العواطف هذه والحديث بالعواطف، وأنا بسميهم الشعبويين العرب لأنه في عندنا شعبويين عرب اللي بتكلموا اللي بيطلع يعني، وهذا يمكن أحدى كوارثنا اليوم في المنطقة العربية، إنه من يوجه الرأي العام. إحنا نضحك على أمريكا نشوف عندهم رئيس مهزلة، تعرف إحنا بعد ما راح نظام راح القذافي الذي كان يوم الأيام هو الكوميديا السوداء، أصبح عندنا اليوتيوب اليوم فيه آلاف الكوميديا السوداء بعشرات ومئات الآلاف من المتابعين اللي بتكلموا في كلام لا يعقل ولا منطقي، لكن طبعا لأنه بضرب على أوتار الشعبوية. وأنت عندما يصبح الشعبوي يقود، أنا أورجيك، شوف دولة عظمى كأمريكا عندما يقود شعبوي شو صار فيها. هذه دولة عظمى كأمريكا، دولة عظمى، هذه الدولة الأولى في العالم حكمها شعبوي. إيش الحل؟ شوف المهزل اللي في أمريكا، ما بالك لما البلاد شعبوي. إيش الحل بالنسبة لمنطقتنا إحنا، منطقة الوطن العربي؟ الحل إحنا بنعرفه، ليس هناك غيره، إما أنه يكون هناك عقد اجتماعي جديد واتفاق نتجاوز فيه الصراع مع الأنظمة القائمة على إعادة تعريف الدولة وإعادة تعريف النظام السياسي وإعادة تعريف العلاقة ما بين المجتمع والسلطة، وإما أنه ندخل في معركة جديدة، أنه سندخل في معركة في 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 ثورات جديدة. والثورات هذه ليست بالضرورة ثورات واعية، ليس بالضرورة. الناس بيقول لك شوف شو شوف وين وصلت سوريا بالثورة، شوف وين وصلت اليمن بالثورة، شوف وين وصلت ليبيا بالثورة. خليني أقول لك شيء، مصر نفسها التي عانت من الثورة اليوم زي ما بيقولوا، مصر نفسها ستقوم فيها ثورة، لكن ليست ثورة سياسيين وليس ثورة واعية، ستقوم فيها ثورة جياع، ثورة ظلم، ثورة كبت. بلادنا العربية ستقوم فيها في كثير من أماكنها ثورة جياع، ثورة ظلم، ثورة كبت. نفس اللي بيقول لك أنه أنت تريد أن تجعلوا منا سوريا أخرى، هو نفسه الذي سينزل إلى الشارع ليطالب بكرامته، ليطالب برغيف الخبز، لا يريد حرية بمفهوم الحرية، هو كل اللي بده إياه كرامة، كل اللي بده إياه كرامة. فالآن أنا أقول لك أنه مصير المنطقة إما عقد اجتماعي جديد يعيد تأسيس العلاقة بين السلطة، بين الدولة وبين المواطن، وبعدين إذا لم يكن هناك اندماج اقتصادي عربي فنحن نتحدث عن نتحدث عن 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 إلغاء لأنفسنا. في أخ كتب الآن الربيع العربي دمر المنطقة، لا، الذي دمر المنطقة الربيع العربي هو عارض من عارض بنيوي عارض لأزمة بنيوية في المنطقة. قبل بدل ما إنه نتكلم إنه لا الربيع العربي وكأنه إحنا العرب لا نستحق إنه نكون أحرار، يعني الذي جاء بالربيع العربي هو القمع. انت اذا بتحط بس بتحبسها نعرف ايش النتيجه بتكون. البعض مش قادر يفهم انه انت في فرق بين انه النتيجه هذه لم تقودنا الى حيث اردنا، وبين انه هذه النتيجه كانت هي المخرج الحتمي للواقع القائم. انت لما 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 تاتي على السعوديه اليوم وبدك تعمل مشروع نيوم وبدك تيجي تهجر قبائل تعيش في المنطقه من مئات ان لم يكن من الاف السنين وتقتل منها، وتيجي تتوقع أنه هذه لن يكون هناك ثارات وكرامات ولن يكون هناك ثورة للكرامة مثل ما حصل في سوريا. المشكلة أنه الناس لا تريد أنه تفهم أنه الإنسان ليس معادلة كيميائية ولا معادلة رياضية، بتحط ليش واحد زائد واحد بتقول الاثنين، لأنه ما في واحد ولا في واحد ولا في زائد ولا في يساوي بيناتهم. إحنا نتكلم عن الإنسان. الإنسان لا يخضع لمعادلات المنطق، الإنسان مشاعر وقيم وأمال وطموحات وآلام. فالبعض ما يريد يفهم هذه القضية، يعني بيشوف نفسه طيب اطلع علينا إحنا أنفسنا، إحنا بنتوتر وبنفرح وبنحزن وكذا وبنغضب، ولا ممكن إحنا بنتكلم واحد يشتمك تقوم أنت تشتمه مثلا في لحظة غضب. إحنا طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، هذه طبيعة خلق رب العالمين عليها. إذا إحنا ما قدرناش نفهمها على إنه على مستوى الشعوب، إنه الشعوب تصل إلى مرحلة إنه تريد إنها تعيش. يعني أنا الآن طيب أنت تطلع على بلادنا، انزل على الأردن على سبيل المثال اللي أنا يعني منها وبفتخر فيها وبنزل دائما، ما حصل لي في حياتي شرف أني أدخل فلسطين. أنا بنزل على البلاد العربية، على الأردن، على قطر، على المغرب، بتروح على دول عربية، على تونس، على غيره، بتشوف التكنولوجيا اللي في إيدهم
نفس التكنولوجيا اللي عندك في أمريكا وفي كندا إذا مش متقدمة عليها. طيب أنت عندك الآن الشباب في, في, في إحنا زمان كنا نلعب الدواحل ونلعب فطبول في الشارع، ما كان عندنا هذه التكنولوجيا. طب أنا اليوم بطلع على التكنولوجيا، أنا بحكي معاك وبطلع على نفسي هنا صح، حطه هون. اليوم أنت عندك الشباب في العالم العربي الأطفال حامل نفس التكنولوجيا، عنده منافذة على كيف يعيش العالم. طبعا العالم ليس كما هو حقيقته، احنا بنعرف انه الصورة اللي شفناها في هوليوود مش الصورة اللي جينا عشناها عمليا صح، لكن هو يرى عالم متقدم بقرون على عالمه، بده طيب هذه الحياة أسامة. فلنتوقع انه وثم يتخرج ولا يدخل. طبعا بدك توصل الى مرحلة الرشد، عملية التمزق في البنية. طيب تفضل. احنا يعني للاسف الكلام لا يمل معك وشارفنا على الانتهاء، وربما تجاوزنا الوقت بكثير من الدقائق، لانه الحقيقه الموضوع له شجون وطويل وممتد. اردنا ان نسلط الضوء على العلاقه الصينيه الامريكيه، فانتهت بها الحال في الأوضاع العربية، لأنه في الأخير هذا هو وجعنا. حتى لو تكلمنا عن الشيبس حنتكلم عن الأوضاع العربية ودور الشيبس في الوطن العربي يعني هذا طبيعي، لكن الآراء لن تنتهي. وحقيقة إحنا الشعب العربي شعب مسيس وإن لم يكن سياسي، يعني لا يفقه معنى كلامي أنه لا يفقه في السياسة كثيرا، ولكن كله مسيس. وفي الأخير كل واحد راح يركب راسه ويأخذ الرأي الذي يناسبه. قليل من الناس من سيستمع للأقوال، ولكن حسبنا أنه نقول ما نقتنع به، وحسبك أن تقول ما تقتنع به وما تراه من تحليلات. قد نخالفك قد نوافقك، قد يخالفك كثير من الإخوة المستمعين، قد يوافقك الكثير من الإخوة المستمعين. حسبنا أنك تتحدث بتخصص وبتحليل علمي وبأسس وقواعد مبنية على دراسات علمية صحيحة. بعد ذلك أين تصل هذه الدراسات؟ ربما يخرج شيء مفاجئ وعامل مفاجئ لم يكن بالحسبان، يغير كثيرا من اللعبة على الأرض. أنا بالنسبة لي أسامة، وجودك دائما فيه ألق، ودائما متألق، ودائما مفيد ومثمر. أتمنى دائما أن نشوفك، وأنا أتمنى أنه في يوم من الأيام يكون في عنا لقاء تتكلم لنا فيه علم، يعني تحكي فيه عن قواعد التحليل السياسي، بعيدا عن قصص الصراع، وبعيدا عن خلافات وأحكام المنطقة. إلى ذلك الوقت أشكرك على هذا اللقاء الرائع. تفضل. أنا أشكركم على هذه الاستضافة، أشكركم على هذه الاستضافة، طبعا بيشرفني في أي وقت. وأذكر بشيء واحد، أنه أنا قلت أنه التحليل السياسي ليس علما صلبا كالفيزياء والكيمياء والرياضيات. يعني لو طلع كلامي غلط مش مشكلة، لأنه هو يقوم، إحنا كانوا يعلمونا لما كنت أدرس في الماجستير كانوا يقولوا كل شيء قائم على الميبي، على الربما. هذه أنت دائما تتكلم، ودائما كل ما تغير معطى يتغير مخرج. وأنا دائما بعطي في المثال، قبل شهر ونص كانت اللي بسموها المودلز في أمريكا تقول القتلى بين 100 ل 240 ألف في أول 8. قبل أسبوعين قالوا المودلز الجديدة، النماذج الجديدة، سيكون القتلى بين 60 إلى 100 ألف. أول امبارح المودلز تغيرت وقالوا ستكون من 100 إلى 240 ألف مرة ثانية. إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه عندما كان هناك التزام بالتباعد الاجتماعي أو اللي بسموه السوشيال ديستنسي، كان قالوا إنه التزام 50% من الشعب سيقود إلى 100 إلى 240 ألف من القتلى. ثم قالوا لا، اتغير، لأنه اكتشفوا أنه أكثر من 50% من الأمريكيين ملتزمين بالتباعد، فقالوا سينزل العدد إلى 60 إلى 100 ألف. اليوم لما إجت الولايات صارت تفتح من جديد وتخفف الحجر، فقالوا ارتفع العدد مرة ثانية من 100 إلى 240 ألف. اللي حصل مش خطأ في التحليل،
عند اللي قرأ التحليل. اللي حصل إنه تغير المعطف، تغيرت المخرج. هذا للناس بفهموهوش. فالضرب بالودع والتنجيم السياسي، أقول ستكون هناك حرب بين أمريكا والصين، بس أنا مش معطيك إيش السياق، على أي أساس، منين جبت المعطيات. ممكن يصير بالمناسبة، بس زي اللي أنا بقول ضرب مسك 10 عجينات وضربوا مع الحيط، فإذا واحدة لزقت في الحيط بقول آه صابت، بس ما في 9 على الأرض، صح؟ فأنا ما بقول إنه قد يخطئ، لكن اللي بقوله إنه أعطيني نسقك في التحليل حتى نستطيع أحاكمك أكاديميا وعلميا ومنطقيا. لكن إذا أنا بدي أقوم بثقافة التمني إنه بس لأني أنا بكره أمريكا بدي تدخل في حرب، مش مشكلة، نحن لن ننتصر كأمة ولن تقوم لنا قائمة بالتمنيات وباليقينيات غير المرتبطة بالواقع. في يقين بالله مطلق، هذا اليقين بالله مطلق، لكن رب العالمين لم ينصر المسلمين دائما باليقين، ففي خسرهم في حنين وفي أحد لما تفشل في التخطيط. الناس ما بتفهم هذا الكلام، بظنوا دائما نأخذ نموذج بدر وننسى نموذج أحد ونموذج حنين، رغم أنه نموذج حنين معبر جدا، لكن الناس ما بدأ تنظر أنه حتى الإسلام لم يكن عدوا لا للتحليل ولا للمنطق ولا للعلم، إلا أن جاء لنا بسميهم الشعبويين، سواء قوميين يساريين إسلاميين غيرهم، بيجي بصنع لي عمليات، اللي بدي يدخلني في بدي يحول القرآن لشفرة رقمية، واللي بدي يحول اللي عايش في لندن وبتكلم كأنه عايش في ووهان نفسه في, 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 في الصين. فإحنا هذا الخلل، أنا بقول إنه هذه الأمة، إحنا في شهر رمضان أول كلمة نزلت عن محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، ما كانتش سورة الإخلاص، ما قال قل والله أحد الله الصمد، اللي هي أصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام، لا، قال له اقرأ، لأنه الإيمان القراءة والعلم والفهم تقود إلى حائل إلى الإيمان المطلق. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، تبدأ الآن العلم يقود إلى الإيمان. أنا بقول إنه كلمة اقرأ هي الكلمة التأسيسية الركيزة الأساسية في إيمان المسلم، اللي مش راضي يفهمها صعب عليه يفهم أي شيء ثاني. وين كان محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت؟ كان في غار حراء. إيش كان بيعمل؟ كان يتفكر في خلق السماوات والأرض، كان على خطى إبراهيم عليه السلام في قضية التفكر في الشمس وغيره اللي هو لم يؤمن بها، كان يسميها ربي أصلا، ما قال إلهي، لأنه في فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد، كلام طويل. أنا بقول اللي لسه مش قادر يفهمه، لسه بده يخلق عداوة بين الإسلام وبين العلم وبده يقول لي هذه دروشة، أو اللي مش عارف حتى متدين مش عارف يفهم ركيزة دينه، أنا بقول سنبقى ندور في نفس الدائرة. وشفنا مرة ثانية، وهي آخر كلمة، عندما يحكم السفهاء بلاد عظيمة فيها مؤسسات كأمريكا، ما الذي يحصل فيها؟ ما بالك في بلادنا اللي هي بلاد منخورة زي السوس، ويحكم إذا حكم فيها السفهاء شو بدي يصير؟ يعني النتيجة واضحة. شكرا كتير. أنا باسمي وباسم الأستاذ محمد تميمي صديقي وعزيزي وباسم جميع المشاهدين، اليوم كان عندنا أسئلة كتير للأسف، بعتذر من الجميع ما قدرنا نجاوب عليها لأنه النقاش كان يعني حاد وكان في معلومات كتير وحبينا نسمع من الضيف. كان في سؤال كتير تردد عن العلاقات مع كندا، فنأمل إن شاء الله نستضيف الدكتور أسامة في حلقة ثانية عن العلاقات الأمريكية الكندية، لأنه علاقات مهمة وبتهمنا كتير إحنا خاصة سكان كندا. باسمكم مرة ثانية برجع بشكر الدكتور أسامة على تلبيته الدعوة وإعطائه الوقت الثمين. بذكر بكرة في عنا لقاء الساعة 6 راح يكون مطبخ رمضان إن شاء الله مع نادية، الساعة 7:30 راح يكون عنا قراءة القرآن ومدفع الإفطار، والساعة 10 راح يكون عنا لقاء مهم عن هموم الجالية العربية في كندا. إن شاء الله نراكم في حفظ الله وأمانته، وتصبحون على ألف خير. تصبحون على خير. مع السلامة.